الحمد لله والشكر لله. أنا آسف، أنا آسف. أنت فين؟ حصلت مشكلة كده ف... كلكم شوية عيال، عمركم ما هتتحملوا المسؤولية. اللي بيجري ورا واحدة روسية والتاني اللي ناسي كل حاجة وعمال يسبل وداخل في قصة حب. ايه؟ لا يا ناجي باشا، معلش، انا حسام مجرد اصدقاء، وحسام بالنسبة لي مش اكتر من صديق. يعني انا لما اخترتكم واحد واحد كان عندي احساس ساعتها ان انا اب يختار ولاده، معظمكم ما كانش يعرف التاني. انا مش عايزكم تزعلوا مني. طبعا من حق كل واحد انه يكون له حياته الخاصه. انا مفيش حد في حياتي غيركم، مفيش. عشان كده لما ازعق بزعل اشخط اشد عليكم، لازم كمان تعرفوا ان انتوا كلكم بالنسبه لي كل حاجه. والله العظيم ثلاثه، أنا ما طلعت العملية دي يا باشا إلا عشان بحبك أنت. أنت حبيبي يا باشا. ما تزعلش مني. أنا عمري ما أزعل منك. لا. باشا. باشا. أنا بحبك أوي يا باشا. أهلا مالك. أنا بحبك أوي. أنا بحبك أوي يا باشا. أنا بحبك أوي. بتعملي إيه؟ بتكلمي حتى وأنت كلنا. انا بحبكم كلكم. ده مجنون. مين؟ هاوس كيبينج. ثانية واحدة. ناجي، ايه ده؟ انت ما سافرتش؟ اما حتة مفاجأة، الورد ده علشاني؟ اما حتة مفاجأة، تعالى اتفضل. الواد ابراهيم الحيوان ربنا يكرمه ضيع علينا الطيارة وخلاها تفوتنا. الظاهر ان انا ليا نصيب اشوفك تاني. ما تتصورش مدى سعادتي. عارف يا ناجي، الصبح لما سلمت عليك ومشيت مش عايزة اقول لك كنت حاسة باكتئاب قد ايه. هديني بقى قاعد على قلبك لغاية ما نمشي. يا سيدي، ده انا ليا الشرف انك تقعد على قلبي. أنا مش عايز أعطلك، أنا عارف إن البروجرام بتاعك طويل، أنا همشي جنبيك بس مش هفتح بقي. أي حد يسألك ده مين قولي له ده مدير أعمالي. العفو، ده أنا اللي أكون مديرة أعمالك. بص بقى يا سيدي، الأول هنطلع على المركز الثقافي الروسي. المركز الثقافي الروسي؟ آه كويس، حلو. يعني في معرض لوحات وعايز أشتري شوية كتب. نص ساعة، تلات أرباع ساعة، مش هنتأخر يعني. لا ما فيش إشكال. بعد كده، بعد ما نخلص المركز الثقافي الروسي هنعدي على الملحقة الثقافية التركية. الملحقة الثقافية التركية؟ تركوا دول حبيبنا، ده أردوغان ده طلع راجل كده. بعد ما نخلص المشوارين دول هنعدي على جمعية الصداقة الروسية السورية. جمعية الصداقة الروسية السورية. ده يوم من أي بنيلة بقى ناجي، كلها مواعيد وارتباطات مهمة. طيب بعد ما نخلص بقى كل ده انا عازمك على مطعم. انما مطعم ايه يعني؟ مطعم ايه؟ مطعم تنظيم القاعده. هو بيقدم اكل بلهلب مولع نار. لو ليكي في الحراق يعني. بكره بقى انا عارف. لا بكره انت هتيجي معايا الريسبشن بتاع السفاره الامريكيه. طبعا. بس لازم اعمل لك تصريح، انت عارف الاجراءات الامنيه. هو انت اسمك الثلاثي ايه؟ مش فاكر. اسمع يا حسين، نجيبيه عنده حق،
احنا فعلا نسينا نفسنا. احنا جايين في مهمه ولازم تخلص، وبعد ما تخلص المهمه دي انا لسه عندي حاجات كتير جدا لازم اعملها. يعني ايه نضال الكلام ده؟ انت عايزه تنهي اللي بينا؟ اللي ما بينا ما بداش يا حسام عشان ينتهي. انا لسه عندي مشوار طويل جدا اهم مني ومنك، والفلوس اللي انا هاخدها انا عارفه هوديها فين وهعمل بيها ايه. هي بس انا مش هسيبك يا نضال، انا هحط ايدي في ايدك وبالفلوس دي نعمل كل اللي احنا عايزينه. يا حسام انت عندك والدك اللي لازم يفرح بيك، وعندك بطولاتك الرياضيه اللي لازم تحققها، انما انا واحده عايشه لوحدي ملهاش حد. انا المكان الوحيد اللي ناسبني في غزه مع الحاج فاطمه. ارجوك يا حسام انسى الموضوع ده. Yes. Nagi Mohammed Atallah. He will be attending the conference with Camelia Sobhi, the UN representative. We want him with any price. What is the name of the hotel he's staying in? He should not leave the embassy by any means. יש לך הודעות מסמכות, אדון מנחם? איך זה ברור? וש מבין עלי אכבר מופרחה? אני היק אחססי. ליום בליל מתאחר, נשמע לאכבר מופרחה. וליש מה בתולי הסע? מה בחב אית כלמי מרטין ואינת בטערף, הלא בלאשתימע. איזק הון? כן, אדון מנחם. יאללה, חלין פות. שלום. لقينا ناجي عطا الله وعرفنا مكانه، مكان الفلوس كمان. هي اسرائيل يا ايزاك، اسرائيل. هاي الشام دمسقس، هون على الجبل في اوتيل صغير كتير. هون بهذا الاوتيل في حبيبنا ناجي عطالله وشوية ولاد معه. جوات هذا الاوتيل في سويت، جوات هذا السويت في 200 مليون دولار. 200 مليون دولار انسرقوا من الشعب الإسرائيلي من أموالنا. أكلنا كف قوي كتير لحتى نرجعه. 500 أسير عربي، مش مهم. كل شيء ممكن يروح إلا الفلوس. والليلة بدنا نرجع الفلوس، وبدي رجع ناجي عطالله وفرقته جثث بصناديق على بلدهم. في رحلة سياحية ترفيهية حتطلع من عندك من الشركة. مش أنت عندك مكتب بلبنان ومكتب بالأردن ومكتب بالقاهرة؟ أصر علينا لافور لسوريا أدم مناخه.
لا, 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 لا 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 نحن ما رح نطلع طبعا كالعادة، في جنسيات تانية رح تطلع، ناس من جنسيات مختلفة، إيرلنديين، طلاينة، أبرصة، يونان، فرنسيين، اتسترا. أوكي إيزاك، أنا شخصيا رح أكون مبسوط كتير إنك وسعيد لو قدرت تجيب لي ناجي عطلة. أوكي don't forget. Ah, Mrs. Hoppy, we're waiting for your speech. Hello, Mr. David. This is Mr. Nagy, my fiancé. Nice to meet you, Mr. Nagy. Nice to meet you too. Thank you. هو ماله بيبص لي كده ليه؟ شكل كده مش عاجبه. Thank you.
انتوا جروب؟ ايوه. ونازلين وين؟ ويتش هوتيل؟ هوتيل راتال، فلو راتال. وير از ريزرفيشن؟ وين الحجز؟ I would like to introduce to you all Camelia Sohbi. Ladies and gentlemen, honorable guests, as we are in Syria, allow me to speak to you in Arabic language, and my colleague here is going to translate every word. He speaks Arabic very well. يظل السؤال الذي ردده أحد الكتاب الأمريكيين بعد 11 سبتمبر هو أهم سؤال ألقي في أمريكا، والذي لو عرف أساس الأمريكيون إجابته لما عانت أمريكا كل هذه المعاناة في المنطقة. السؤال هو: لماذا يكرهوننا؟ واسمحوا لي أن أجيب على هذا السؤال. لماذا يكرهونكم؟ Thank you. ايه الحلاوه دي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ بصي، انا حضرت ندوات بعدد شعري راسي، ما شفتش سبيكر بالحلاوه دي. انت بتجاملني بس علشان بتحبني. واحنا مش هنخلع من هنا ولا ايه؟ ايوه، مش على طول كده يعني، انا جايه اقول الكلمتين بتوعي وامشي، مش نسمع بقيه السبيكرز. انا لو منهم بقى افضل الليله حد يغني بعد الست. ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم. اهو يا معلم، يلا. هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيع اللي جايه دي، ابو ربيع اللي جايه دي يا معلم. اهي اخوك كبير اهو، اخوك كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس. اهو يا معلم، يا بركه دعاك يا ابو الخوالي. هو ده يا معلم، يا معلم. اهي مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن، ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك؟ ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر. الواحد حظه ماشي والكوميدا حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا عبد الجليل؟ ده كومي؟ اه، انت حرامي،
انت بتطلع من كمك، الكومي نزل قبل كده. يعني غشاش وعبيط، دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهام. يا نهار اسود، ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهام؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهام. يا نهار اسود، بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه؟ بقى انت اللي في وشك ده نصاب. بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجه تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش اي حاجه كده. ايه ميسر يا اخي، العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ تحس تقول لي شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن؟ اعرف العب استيميشن، ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. ايه يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا لما بطشيع عشان العبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل من الراجل هلال. العب يا اخي بقى، العب 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 يلا العب وريك. قول لي انتوا مش عارف ايه لم نفسك. انتوا هتقعدوا تقطعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقى له نص ساعة. ابعتوا لي أي حد، شوف لي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعة ابعتوا لي أي حد، عايز أنزل أشم شوية هوا، حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا، شكله جه. ناس تسع وواحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام يا إبراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. إيه؟ في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، اللي هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها، ونقعد بقى ايه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. للدرجه دي بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء، خصوصا لما يكون مع حد بحبه. We'll be right back.
الراجل. شو 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 عم يصير برا؟ بتمين؟ بتطلب الشرطة، بتطلب الشرطة بسرعة. يا حضر الضابط، أنا ناجي عطلة دبلوماسي سابق، ودي الدكتورة كاميليا خطيبتي ومن الأمم المتحدة. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم، احنا ناس لينا وضعنا. أنا مش فاهمة انتوا بتحققوا معانا ليه؟ احنا ضحايا. استاذ ناجي، أرجوك ما تعصي، هي إجراءات بتعرفها حضرتك منيح. طيب، عرفنا ان الدكتورة كاميليا اجت على الشام لتحضر الندوة بالسفارة، بقدر اعرف حضرتك شو عم تسوي هون بسوريا؟ انا نعم، انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا، شافونا ابو القاسم ولا شافونا ابو حسين ولا شافونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلين ابو علاء، كيفك؟ ايه ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس علاء النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو نصب ابو علاء؟ أبو القاسم، نحن ما وجهنا أي اتهام لا إله ولا حتى للجماعة، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار. يا أبو علاء، الأستاذ ناجي عطلة من أهم رجال البزنس بالوطن العربي كله، من المقاومة. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلا ابو علاء، كيفك؟ ايه ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس علاء النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو نصب ابو علاء؟ ابو القاسم، نحن ما وجهنا اي اتهام لا اله ولا حتى للجماعه، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار.
يا ابو علاء، الاستاذ ناجي عطا الله من اهم رجال البزنس بالوطن العربي كله. للمقاومة. يا ابو القاسم، الاوتيل ده مش بتاعنا. ايه اللي حصل؟ يا باشا احنا قاعدين، لا بينا ولا علينا، العيال دول دخلوا وجروا شكلنا، بس احنا عملنا معاهم الصح. اه يا باشا، كانوا سكرانين ومش في عيهم، ده معاهم بنت شكلها ضارب حاجه. عيال واطيه قوي يا باشا. بس ما تخافش يا كبير، كله في الامان. لك خربتوا بيتي، لك يخرب بيتك انت وياه وياه، لك خربتوا بيتي. الله يلعن الساعة شفت وشك فيها انت وياه، لك الله يلعنكم عيوني. ايه يا ريمون، هنرجع لك كل حاجة واحسن كمان. عم تمزح حد؟ هذا وقت مزحك هلا؟ كيف بدي يصلح هاد كل اللي خربتوه؟ لك هذا بده آلاف الدولارات لحتى يصلح. خلاص والله ما انا مرجع لك كلمة. يلا. هو اسماعيل ياسين كان بيعمل ازاي؟ يلا. حسين اسمعني منيح، الجماعة لازم ما يناموا بالشام نهائيا اليوم. اليوم لازم يتركوا الشام. شوي صاروا بخطر. لا هن كانوا بالسفر الأمريكي وقت الانفجار، مدام كانوا هنيك تعرف وضع صار مقلق شوي. أنا رح أخبر الشباب لحتى يجهزوا الفان. لا أنا رح أطلعهم بنفسي. أوكي، السلام عليكم. أدي 300 ألف دولار عشانك يا عم، أنت راجل طيب وابن حلال. ناجي بيك؟ إيه؟ أعطيني إيدك لبوسة. إيه؟ أعطيني رجليك لبوسهم. لا كده هقف على رجل واحدة، مش معقول يعني.
استاذ ناجي لو سمحت. انتوا لازم تسافروا مصر فورا. دلوقتي حالا في طيران؟ ما تسال، بس لازم تتركوا الشام ضروري. الشباب لازم يطلعوا الشنط على السياره. انت مالي؟ صار في خطر على حياتها، لو بدها تسافر معكم في محل بالسياره. بدها طبعا، ما هو رح نسافر ونسيبها. عايز منا حاجه يا ريمون؟ الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا ناجي بيك. والله زعلان انك بغادر الاوتيل اليوم، خليك معنا كم يوم. خليني فين؟ بالاوتيل. هذا الاوتيل اوتيلك يا استاذ. هو ده اوتيل؟ ده خراب. يلا ابو لاسم. يلا اولاد يلا كمل، يا جهزي نفسك. يلا فين؟ انت مش مسافره مصر واحنا كمان مسافرين مصر. ايوه بس انا مش حاجزه النهارده، انا طيارتي بكره. النهارده ما بكره ما يفرقش، وبعدين ابو القاسم موظف كل حاجه وهتقعد هنا فين؟ هو في حاجه؟ يلا نجيبك نجيبك. انا اسف ازعاجك بس فاتوره باثنين شاي بالنعناع ما اندفعت لسه. اثنين شاي بالنعناع؟ انت انتن واحد في الدنيا. معك فك ابو القاسم. خلص يا استاذ ريمون، الحساب عندي. طول عمرك اهل الكرم يا ابو القاسم. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين يا باشا. نستنى كاميليا ونمشي على طول. شاي بالنعناع. الشباب نايمين مساكين، كان صلى شهر ما نام. أعلى حاجة النوم يا أبو القاسم. أستاذ ناجي يعني إذا حابب تنام نام، ما تأكل همي، حط راسك ونام ريح حالك. تعرف يا ناجي أنا بحمد ربنا إنه بعتك ليا في الوقت المناسب. أنا شايف كده إن فترة الخطوبة طولت قوي يعني. قصدك ايه يعني؟ قصدي أول ما نروح مصر نتجوز على طول. وأنت ساكن فين؟ أنا ما عنديش شقة، بس أنت تشاوري أجيب لك أحلى فيلا في مصر نعيش فيها. أي مكان هنكون فيه مع بعض بالنسبة لي هيبقى أجمل مكان في الدنيا. أيها السادة، خبر عاجل. تعلن جماعة جند الشام مسؤوليتها عن انفجار الضبعة أمام السفارة الأمريكية. هف! إيه يا أبو القاسم؟ هف عليهم! إيه خضيت؟ هذا مخزي يا أستاذ ناجي. طلعوا جند الشام هن اللي ضربوا السفارة الأمريكية بالقنبلة. برافو، الله وفقهم. الحمد لله ربنا ما وفقهمش قوي، دول كانوا هيضيعونا. جميل، مش على آخر. صوت انفجار، احنا فين؟ صح النوم يا استاذ ناجي، نحن بطريقنا لبغداد. بغداد؟ بغداد ايه؟ واحنا مش رايحين مصر؟ رايحين مصر بس عن طريق بغداد.
ايه اللي ودينا بغداد؟ يا استاذ ناجي، يعني بعد اللي صار بالسفاره وبعد اللي صار بالفندق مستحيل نطلع من مطار دمشق، لازم نطلع عن طريق بغداد. واحنا ايه اللي يودينا العراق؟ هو احنا هربانين من حاجه ولا عاملين جريمه؟ ما كنا في بالنا في سوريا يا ناجي. ابدا يا مدام ابدا، بس لحتى يعني خلصكم السين والجيم والاستجوابات، حتى ما تطلعوا الامن الصبح وترجعوا المساء، هيك منريح راسنا نطلع عن طريق بغداد. بقول لك يا كبير، إيه؟ هو في العراق دول برضه واقعين مع دول؟ لا، في العراق كله واقع مع بعضه. يعني اي واحد في العراق واقع مع نفسه حتى. رايحين على سوريا؟ سوريا يا استاذ ناجي صار فيها اكثر من 2 مليون عراقي. والله كتر خيركم ابو القاسم. واجبنا يا استاذ ناجي. اذا بهيك ظروف ما بينت العروبه امتى رح تبين؟ بتعرف؟ بال 2006 دخل على سوريا اكثر من مليون لبناني وبدون توجه سياسي. ما فيش بيت من بيوت سوريا الا كان مفتوح للاخوه اللبنانيين. والعراق لسه في مصريين؟ مصريين كثير. عندهم عقارات وعندهم بيوت ومصاري وفلوس وعلاقات اجتماعية. في حي هون اسم مربع أستاذ ببغداد، هذا ساكن فيه أكثر من 50,000 مصري، يعني عاملين حارة مصرية بكل تفاصيلها، والعراقي بيدخل لهنيك كأنه أبداً واحد سائح. بس للأسف بعد 2003 صار كل واحد عربي متهم، إن كان مصري ولا سوري ولا لبناني ولا غيره. ليه؟ أبداش ليه؟ يمكن لأنهم انحازوا لنظام صدام، وقفوا ضد الغزو الأمريكي للعراق. وللأسف كانت تهمة جاهزة، تهمة طائفية. انقتل كتير وانسجن كتير وصار كل عربي في العراق متهم. بس أنا شايف الطريق هاي دلوقتي. يعني كان قبل فترة في قتل وفي نحب وفي سلب، بس لما شكل أبو ريشي مجلس صحوة الأنبار يعني اختلف الوضع. طبعاً دعموه الأمريكان وسلح العشائر. مثل ما لك شايف صار الجو أمان شوية. هو اسمه إيه؟ أبو ريشة. أبو ريشة، الشيخ أبو ريشة. الشيخ أبو ريشة. أبو ريشة ده لسه موجود؟ لا، قتلوه الشباب لأنه صار جزء من المشروع الأمريكي بالعراق. الله يرحمك أبو ريشة، عشان خلى الطريق هادي يعني. أبو ريشة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جوازات؟ تفضل. كأنه حضرتك جديد هون؟ لا مو جديد، ليش تسأل؟ لا أبداً، بس لأنه أنا رايح جاي على الطريق. سيادة النقيب عدنان فينه؟ النقيب عدنان مجاز، وين رايحين بالعراق؟ نحن رايحين على العظمية. شنو سبب الزيارة؟ الأستاذ ناجي عطا الله، رجل أعمال مصري، وجاي لهون على العراق لحتى يستثمر مجموعة مشاريع. من ذول وياه؟ هي مجموعة الموظفين والكادر تبعهم. أهلا سيادة النقيب، الله يخليك، إن شاء الله إجازة سعيدة. إي والله على حدودنا، إحنا إجينا وما لقيناك. طيب تفضل نقيب عدنان. أهلا سيدي نقيب عدنان، تفضل. صار حسب أمرك، تؤمرني. صار تفضل. شكرا، مع السلامة، تفضلوا. خذ يخليهم معك في الشنطة. شغلانة الحدود دي.
لازم يكون ليك وصل عشان تعدي. معك حق يا استاذ هاجي، للاسف كل حدود الوطن العربي زي ما بتعرف حدا بتتبهدل. ده بيفكرني بالفيلم بتاع اسماعيل ياسين اللي بيقول فيه فتشني اخويا فتش. الله يرحمه، ممثل عبقري اسماعيل ياسين، انا بموت فيه لو ممثل. اه اسماعيل ياسين ده الحاجه الوحيده اللي اتفقوا عليه العرب، ده حتى اليهود بيحبوه. لا اسمح لي بهالنقطه يا استاذ ناجي، الصهاينه ما بيحبوا حدا. اه على رايك. انت هتقول لي هي وصلنا رطبة. ايه؟ الرطبة استاذ هي أول بلد بالعراق بعد الحدود السورية، تبعد حوالي 60 كيلومتر. بالمناسبة شباب في استراحة كتير لطيفة، إذا حابين هيك تقعدوا تريحوا شوي تغسلوا وتاكلوا حاجة يعني، إيه رأيكم؟ بالمناسبة يا كبير، أنا بمناسبة الرطبة دي في دورة مية عشان الواحد مزنوق شوية. وأنت على طول كده مزنوق يا عبد الجليل؟ والله انت ابن حلال، انا كمان مزنوق، ممكن نركن خمسة هنا بالاسف. على راسي، تكرم عيونك. زاهر. زاهر. الهوا. مامت ايه؟ اصحى زاهر. مامت ايه؟ اصحى. انزل اشرب شوية شاي واغسل وشك بشوية مية. يلا. احنا فين يا نجاش؟ ايه؟ احنا فين؟ احنا في العراق. فين؟ في العراق. العراق؟ العراق ايه؟ احنا مش كنا رايحين مصر، ايه اللي جابنا العراق؟ امسك نفسك وخليك راجل كده وانا هفهمك كل حاجة لما نخش جوه. يلا. خير؟ شبو زاهر؟ لا اصله قلبه ضعيف شوية. لا ما في داعي للخوف، هون في امان، بعدين ما تصدق كل شيء بيحكيه الاعلام ولا يهمك، يعني هي في تصورات كلها غلط بغلط. اه شرف كل حاجه زي الفل اللي بقول لك ما فيش اي حاجه. فظيع فظيع. عادي عادي استاذ ناجي. لا كل شيء لغم شيء شغله يعني. اه مش بخوف لغم في حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا باشا شربوا مستعجلين. حبيبي الله يرضى عليك بطاقم شاي للشباب ونزل لي فنجان قهوه ساده. وانا كمان اخذ قهوه مسبوق. وانا عايز كوبايه شاي بحليب وكيس بقسماط وباكو فينو ها عشان خاطر اسقي فيه. شنو؟ تسقي؟ انت جاي العراق عشان تسقي؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. حد عاوز شاي يشرب يا شباب؟ تفاح. قص. قص ايه وتفاح ايه؟ انتوا هترحرحوا هنا؟ تفاح ايه وقص ايه؟ هات لي انا سلومة يا كابتن. ايه ده؟ مصريين؟ انا قلبي حاسس على فكرة من ساعة ما دخلته. القلوب بتحن يا باشا وانا قلبي لما يدق بقى يا نهار ابيض مصريين. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. بس بس بس. اه احنا مصريين، انت هتعيط ولا ايه؟ ربنا يخلينا شعب مصر يا باشا، ربنا يخليكوا لينا، على فكرة الشيش دي عندي. تعال. انت اسمك ايه؟ خدامك توبة يا باشا، بس اسمع عبد التواب يعني، بس بيدلعوني يقولوا لي يا توبة. أنت منين يا توبة؟ من 100 كرفس. منين؟ 100 كرفس. 100 كرفس؟ دي في مصر؟ يا باشا دي بلد كده صغيرة يعني لا مؤاخذة في الأرياف محدش يسمع عنها أي أي. أنت جيت هنا إمتى؟ قبل الأمريكان ما يخش ب 24 ساعة. يعني انت جيت خربتها وقعدت على تلاها. اخذنا ضرب يا باشا لحد ما شعرنا شاب. خد يلا. لا 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 ما يصحش يا باشا، انت كده بتحرجني. لا لا انتوا ضيوفنا، ضيوفنا يا باشا ما ينفعش، مش هينفع. لا امسك امسك. يلا روح هات الشاشه. الو. أهلين مجد،
وينك؟ عم اتصل فيك من الصبح ما عم بترد. ايه اسمعني شو بدي اقول لك. اسمعني هلا. في عندي اصحاب مصريين بدهم يسافروا اليوم على القاهرة ولازم تتأمن مقاعد لهم بالطيارة. بدي احجز لي 9 مقاعد فيرست كلاس. اوكي. لا بتحكي لجعفر، خلي هو بايده يأمن الموضوع. اوكي. حكي لاصحابنا بالمطار خليهم يديروا بالهم. يلا بسرعة مع السلامة. باشا معلش يا باشا، كنت عايز اخد مع حضرتك صوره للذكرى يعني. ماشي يا توب. طب يا ابني صورني بسرعه. على فكره يا باشا انا مرتاح لحضرتك اول ساعه ما شفتك، حاسس كده ان انا اعرف حضرتك من زمان. بس ما تعملش كده. امال في الحرب كنت بتعمل ايه؟ كان له ضرب كتير قوي يا باشا. بس بكره تتعدل ان شاء الله. بس بقى خلاص بقى. خدوا بالكم من نفسيكم يا باشا. مع السلامه يا باشا. هتوحشوني يا باشا. خلي بالكم من نفسيكم يا باشا. والله صعبان علي الواد توبه. الواد شقيان. يا سيدي الله يكون في عون الجميع. في مئات آلاف المصريين زيه، بلدهم الثاني. آه طبعًا، ما هو مصر والعراق إيه؟ ما هو واحد. إيه ده؟ أنا في فلوس وقعت مني. كان معايا هنا 10,000 دولار. الزار وقع مني في الاستراحة. ما هو لو وقع منك كنا شفناه. أصل أنا دخلت الحمام قبل ما نمشي. طيب، بتحب أرجع على الاستراحة يا أستاذ ناجي؟ لا لسه هنرجع. لا مش مشكلة، كلها 5 دقايق. يلا. بدي لك مصطفى، الأستاذ ناجي ضيع مصاري، لقيتوهن شي؟ لا والله أستاذ ما لقينا أي فلوس، ولا لاقين كان خليناها لكم يعني. أمال طوبة فين؟ يمكن لقاهم وشالهم لي؟ طوبة قبل شوية سوال عركة بالشغل ونزع هدومه وترك الاستراحة ومشي. طوبة ده لعيب قوي. طبعاً لازم يسيب الاستراحة، ده معاه فلوس تخليه يعمل استراحة لوحده. طوبة. تخيلوا بقيت بتقلب وطوبة هو اللي يقلبني. شفتوا الحلاوة؟ يا باشا انا من الاول كنت هارش الواد ده وفاقس وصابعه خفيفه، حكيم انا ابص على الكائن من دول اعرف اذا كان نشال ولا لا ومده خدمته في النشل كمان قد ايه. على فكره الواد ده كذاب، الواد ده مش من 100 كرفس. ليه يا باشا؟ اساسا ما فيش بلد اسمها 100 كرفس. توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة.
توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس أخير مرة وتبقى دي آخر يا شباب نحن هلأ دخلنا على الخط الساخن نحن هلأ بالرمادي اللي تابع لمحافظة الأنبار أكبر محافظة في العراق وبعد مباشرة بتيجي الفلوجة الفلوجة دي أصغر بلد في العالم تعمل اتفاقية سياسية مع أمريكا اللي هي تعتبر أكبر بلد في العالم مظبوط يا مدام مظبوط الجيش الأمريكي وصل لحد الحدود ومعرفش يدخلها قعدوا مع القيادات اللي فيها وقرروا إن الفلوجة بس اللي يحكمها أفراد الجيش العراقي اللي فيها حرام حرام فيها أكبر نسبة تشوهات ولادة في العالم وبإيه السبب؟ اليورانيوم اليورانيوم اللي قصفوا بيه الأمريكان الفلوجة بقولك يا أبو القاسم إحنا هنوصل بغداد إمتى؟ لا إن شاء الله هنوصل نحن البلد اللي بعد الفلوجة مباشرة بس نجاوزها نصير بغداد بلد إيه؟ أبو غريب أبو غريب ده اللي فيها المعتقل؟ تماماً شحمه لحمه آه طب والنبي نعدي بسرعة عشان الواحد قلبه بينقبض يعني تكرم عيونك هذا الحي يا شباب اسم الأعظمية هذا الحي أنا كثير بحبه لأنه فيك تقوله يعني من كل الوطن العربي موجود فيه كل بلد عربي موجودة يعني جامعة عربية ديمقراطية أستاذ ناجي ليك أنا بحبه واخذت مكتب قريب هون بشارع الرشيد شباب اعتبروا حالكم في مصر أي شيء بدكم إياه موجود فول طعمية فلافل في مطعم هون بياخذ العقل قدام شوي بقول لك يا ابو القاسم لو سمحت يعني كنا عايزين ايه يعني نهبه على شويه بتنجان مقلي كده حلوين ماشي عندهم سوشي يا ابو القاسم مين لا ما فيش انت قلت ايه الوقت سوشي 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 ربنا يهدك يا ابو القاسم وصلوا بغداد ممتاز هاد اللي بدي اياه وقعوا بالفخ برجليهم خلوك وراهم انا مش عايزهم انا بدي فلوسهم بديش ولا واحد منهم يرجع جسي على بلاده بدي اياهم يرجعوا مقطعين اشي ايده اشي رجله اشي عينه مشان يكونوا عبره لكل الناس اللي بعدهم خلاص يلا الكره صارت بملعبكم ديروا بالكم وصلوا بغداد ممتاز هاد اللي بدي اياه وقعوا بالفخ برجليهم خلوك وراهم انا مش عايزهم انا بدي فلوسهم بديش ولا واحد منهم يرجع جسي على بلاده بدي اياهم يرجعوا مقطعين اشي ايده اشي رجله اشي عينه مشان يكونوا عبره لكل الناس اللي بعدهم خلاص يلا الكره صارت بملعبكم ديروا بالكم يا ولاد الكلب
سلام يا باشا، عليا النعمه. انا حاسس ان انا رجعت مصر. فول وطعميه يا جدعان، مصر مصر يعني. وهي مصر بالنسبه لك فول وطعميه؟ ما تقول له حاجه يا باشا. الواد ده اصله دايما ينظر للامور من بره. يا ابني مصر مش عباره عن فول وطعميه بس، انت نسيت الكشري. يا سلام يا كبير، يا سلام والله، انت جريت ريق الواحد يا كبير. انت عارف يا كبير، احنا عندنا على نص حريقتنا واد بتاع كشري، ربنا يديله ما يحرمه. عارفه الراجل هو بيغسل اطباق في المايه الوسخه اللي في الجردل الوسخ؟ عارفه ده عظيم عظيم. ايوه باشا بالظبط، ده جردل الدقه. وبعدين يا باشا انت عارف الواد ده، الواد ده بسم الله ما شاء الله عليه، عليه نفس، ربنا يديله ما يحرمه. ده عليه امم يا باشا، امم. اه انا عارف عارف عارف. اهلين مجد. طمني شو صار معك. ممتاز. طيب اعطيني جعفر احكي معه. كيفك جعفر؟ شو صار معك؟ اول طيارة على مصر الساعة 5. حلو. يا ممتاز، معناها بتحجز المقاعد اللي حكيت لك عليهم. في ناس على هالطيارة كتير مهمين بالنسبة لي. طيب جهز لي امورك منيح. الشباب رح يكونوا آخر حدا بيطلع الطيارة، يعني آخر ركاب رح يطلعوا على الطيارة. نحن الساعة 3 إن شاء الله رح نكون بالمطار. طيب ابعت لي واحد من دومين اللي عندك، خلي ياخذ البسبورات والشناتي والتكت تبع الطائرة، بطلع لي الشباب على الطيارة. يلا أعطيني حمتك لأشوف. مع السلامة. حلوة أوي بالأسف. بس جعفر والناس اللي معاه دول مضمونين؟ أكيد. ما تاكل هم، لانه هدول من الشباب اللي بيشتغلوا معي هون ببغداد. استاذ نجي بعد اذنك في كلمتين هيك حاب احكيهن انا وانت. قوي تفضل. صحة وعافية يا شباب. عبيد انا اسف ابو القاسم، كركبنا الدنيا وعملنا لكم قلق. معلش ولا يهمك يا استاذ ناجي، انت اخ عزيز وغالي. بس في نقطتين حاب احكي معك فيهم لو سمحت. ايه في؟ قلقتني. انا عارفان شو في بهاي الشنط، وبعرف القصه من اولها لاخرها. ابو حسين حكى لي. ما انت ابو حسين ايه؟ ما واحد. هاي الشناتي لحتى تمر من الجهاز، سواء هون بمطار بغداد أو بمطار القاهرة، المفروض ترش بمادة معينة لحتى الجهاز ما يكشفها. والمادة دي نجيبها منين؟ موجودة ولا بالسبري خصوصي لهي المسألة. يا عين عليك يا عين عليك أبو الأسم. في نقطة تانية، الشباب اللي حيساعدونا مطار بغداد واللي ساعدونا طول الطريق، المفروض يعني نرضيهم بشي، ما هيك؟ أوي برديهم آخر مرضية. هندفع لدول ولا لدول؟ يعني شوية لدول وشوية لدول. ماشي انت تقر أبو الأسم. Yes, I'm in Baghdad now. I left Damascus. I'll be leaving to Cairo at exactly 5 o'clock. Okay, bye-bye. إيه؟ بتكلمي مين؟ مكتب United Nations. عايزين إيه منك؟ أبداً، شوية ورق لازم أروح أخده منهم. عموماً المكتب جنب المطار على طول. عفواً أستاذتنا، بتحبي إبعت حدا من الشباب معك يوصلك؟ تبعت مين؟ ده أنا توهك في بغداد. وبعدين أنا جيت هنا 15 مرة مع United Nations قبل كده. أنا هروح أجيب الورق وبعدين أطلع أستناكوا في المطار. خدوا بالك من نفسك. ما تخافش علي، أنا عارفة الطريق كويس. خدوا بالكوا بس أنتوا من نفسكم. كويس إنها نزلت، أصلها ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع. كنت ناوي أقول لها في مصر. أفضل هيك أفضل. تفضل. يلا هاتوا الشنط هنا وافتحوها شنطة شنطة. وننبخ الشنط يا شباب، من برا ومن جوا والسبراي. يلا اعملوا لكم يا أما. Thank you.
انا بقول لك يا كبير، الفلوس دي مش هتقل قيمتها ليه؟ عشان مرشوشه دواخل. مرشوشه ايه؟ دواخل. دواخل اه. ده شيء دواخل.
تطلع بينا على المستشفى ابو القاسم. لا يا باشا مفيش داعي، ده جرح سطحي. انت مش قلت لنا يا باشا مفيش قتل؟ هما اللي حطونا في الموقف ده، ما كانش في حل غير كده، يا اما احنا نموت يا اما هما يموتوا. همي في تسع نخشل لا بعمش يا شاول، وناجي عطا الله ما فرق معاه، اخذ الفلوس وفرقته وراحوا على المطار. شي ليك ناجي عطا الله لعزازيل، انا حتى مش قادر اسمع اسمه. الله يخرب بيته، كلفنا كتير ناجي عطا الله يا شاول، كلفنا كتير. فاتورته كبرت كتير، 200 مليون دولار سرقهم من بنك لأمي، ومشي مثل الباشا ولا هم شيء هو وجماعته. دمر مبنى المخابرات يلي كنا نحن منصلحه، خلانا نفك أسر 500 معتقل عنا في إسرائيل. قال إيش؟ منشان نرجع الأسرة بتوعنا. إيش هالحكي هاد؟ أسر هو 8 أي كلام مشان يتهمونا نحن فيهم ويحملونا مسؤوليتهم. هذا غير الخمسة يلي ماتوا ببغداد والأربعة يلي دهدشوا بسوريا. يا ريته كان وطني، يا ريته كان مع المقاومة، يا ريته كان مع الفدائيين ولا من المخابرات المصرية. أنا بدي أفهم، بدي أفهم إشي، هي الفلوس لهالدرجة بتحرض الواحد وبتعمله عبقري؟ وهسه إيش هنعمل لدول مناخير؟ يعني القضية هتسكر هون؟ تخافش يا شاو، تخافش، ما فيش يهودي ممكن يترك حقه يغيب، وانت يهودي وبتعرف هذا الاشي منيح. والامريكان وعملائنا التانيين ايش بيساووا بمطار بغداد لك؟ مش عارف ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي، لكون جرى لها حاجه. كان المفروض ما تسيبهاش تنزل لوحديها. وانت ازاي يا باشا تدي الباسبورتات بتاعتنا لواحده ما تعرفهاش غير من يومين؟ تقصد ايه يا ابراهيم؟ اقصد اللي اقصده بقى. عيب يا ابراهيم، اتكلم كويس وخليك محترم. هو ايه العيب يا باشا؟ انا مش عارف انت مديها الامان قوي كده ليه؟ اقطع دراعي من هنا، ادمكات جاسوسه ومدسوسه علينا. اسكت يا ابراهيم. يا باشا اسمع بس مني، دي زمانها دلوقتي بتبلغ علينا وبتقبض الثمن. بقول لك اسكت يا ابراهيم. مش هتيجي، والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده، عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. ما هي واخده الطريق ياسا وعارفاها، الولايه دي من ساعه ما بقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي كنت فين يا كاميليا؟ أنا آسفة يا ناجي، أنا عارفة إن أنا قلقتكوا عليا، بس والله ما هو ذنبي. الأخ باسبوره كان منتهي، اضطريت أروح للسفارة المصرية علشان أعمل وثيقة سفر جديدة. لولا علاقتي القوية مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له أي حاجة ويسافر معانا. اتفضل. ورحمة أبوي، أنا لسه بقول لهم إن مدام كاميليا دي مفيش زيها، أصل حصل شوية كلام ولغط كده بس أنا وقفت لها. وطى على إيدي مدام كاميليا بوسها. إيه؟ أصلها بتفكرني بخالتي الله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
للأسف يا جماعة ما رح تقدروا تسافروا اليوم. ليه يا أبو القاسم؟ ليه يا أستاذ ناجي؟ الوضع صعب جدا بالمطار هون. صعب ليه؟ باسبورتاتنا معانا وتذاكر الطيارة قاطعين. إيه اللي حيقعدنا؟ وبدك شفت إيه اللي حصل لنا هنا؟ عم بيقولوا إنه وزارة الخارجية الأمريكية جاية على بغداد والجيش الأمريكي حاطط إيده على المطار. بهيك ظرف أمني متشدد مستحيل تقدروا تطلعوا الشنط اللي معكم. بعدين الرجال هون عم ينصحونا بأنه نتأخر شي يومين ثلاثة. يومين ثلاثة هنا بغداد؟ للأسف هيك ظرفنا يا أستاذ. على حال مو مشكلة، يعني منه فرصة هون ترتاحوا وتشرفونا، فرصة تانية بأنه هيك تشوفوا بغداد. وحنبات فين أنا والعيال دي بالشنط دي كلها؟ أنت ارتاح يا أستاذ ناجي واترك كل شي علي، أنا جاهز. في أوتيل هنا؟ أنا بأوتيل ما بنصحكم أبداً، نحن هم ببغداد مش بالشام. وبعدين أنا عندي شقة كثير ممتازة، راح تعجبكم ترتاحوا فيها. نمشي هلا؟ نيجي، في إيه؟ في حاجة؟ لا ما فيش، أصل أبو القاسم الحقيقة عمل مستحيلات عشان يلاقي أماكن على الطيارة وما عارفش. طب ما أتكلم أنا بتوع اليونايتد نيشنز. لا يونايتد نيشنز إيه؟ ده هو يومين ثلاثة هنقعدهم يكون أبو القاسم حاجز لنا أماكن على الطيارة. هنقعد هنا؟ فين؟ أستاذ ناجي بعد إذنك بدنا نروح لعند صديق اسمه سعد عبد الله بالعظمية. مين سعد عبد الله؟ رجل صديق من أجمل رجال بغداد، هو أستاذ تاريخ، رجل محترم كان عايش عندنا بالشام، تعرفت عليه. هو لحاله هلا هو ومرته فقط بالبيت، بيته الحمد لله كبير وواسع وعندهم أوض فاضية. أنا حكيت معه هو ناطرنا، أكيد رح يفرح فينا. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً بأبو القاسم. حبيب قلبي. أهلاً وبي. شو أخبارك؟ الحمد لله. أستاذ ناجي عطا الله. يا أهلاً وسهلاً. صديق المصري اللي حكيت لك عنه. يا أهلاً وسهلاً. أستاذ سعد. تفضل تفضل. شرف. تفضل أهلاً وسهلاً. تفضل. تفضل يا مدام. أهلاً وسهلاً. تفضلوا شباب. أستاذ ناجي عطا الله رمز من رموز المقاومة ومن أشد المعجبين بفكرة القومية العربية. الله يخليك أبو القاسم. حبيبي ست كاميليا زوجته. عشان البتاع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والشباب دول كلهم أولادكم إن شاء الله؟ أولادنا لا أهلا وسهلا. جبناهم إمتى دول؟ زي أولادنا دول، أصلهم رمز من رموز الانتماء الرمزي، حينما يكون الرمز له مصداقية معينة وهذا يتبع ما سوف يكون بعد الرمز وما قبل الرمز إن شاء الله. أمي سعد. نعم. الشباب ضيوفنا وغالين علينا، الله يرضى عليك، ما بدي حدا على الأطلاق يعرف إنه في حدا عندك هون بالبيت. ولا توصيني يا أبو القاسم، الله يخليك ولا توصيني. يلا يا شباب، يلا ولدي، يلا توجناتكم قبل على الغرف الفوق، غيروا ملابسكم، أنتوا ببيتكم إن شاء الله. وأنا أقوم أحضر العشاء. طب أجي أساعدك أنا كمان. تفضل تعالي. يلا أنا بستأذن لحظة. معلش يا أستاذ سعد، عملنا لك دوشة يعني. ولا تقول هذا الكلام أستاذ ناجي، أنتوا ساعدتونا. أنا وزوجتي بهذا البيت الطويل العريض وحدنا، لا حد يزورنا ولا احنا نزور احد. انتوا راح تملون علينا البيت ان شاء الله. السلام عليكم. افتح افتح.
عمي سعد. نعم. هلا جارك هذا قليل الاخلاق ستوري، بعده ساكن هون ولا راح؟ اخ يا ابو القاسم ما زال جاري، كوم احجار ولا هجار. مين ستوري ده؟ يا سيدي هذا جاره للاستاذ سعد، واحد قليل ضمير ما بيخاف الله، لا اخلاق لا ضمير لا قيم لا مبادئ، مره مع الامريكان مره مع القاعده مره مع الحكومه مره ضد الحكومه مره مع جيرانه مره ضد جيرانه، يا رجل عنده استعداد يبيع امه وابوه كرمال دينار دينار. اسمه ستوري؟ انا افتكرته امريكاني. لا هو اسمه عبد الستار، بس من كان صغير امه وابوه دلعوه سموه ستوري ستوري ستوري، لما كبر وصار ستوري. وبيشتغل ايه ستوري ده؟ عنده سيارة شحن كبيرة، شي يصدر بيها ما نعرف، شي يستورد بيها ما نعرف. على فكرة أستاذ ناجي، كل سيارات الشحن بالمنطقة تفجرت إلا سيارة ستور. هنا عدنا القنابل ما شاء الله تندل طريق خزين، عدنا حتى القنابل تترشي. مكتبتك حلوة قوي يا أستاذ سعد، دي كلها تاريخ. لما يكون الحاضر سيء والمستقبل مجهول تضطر تهرب للماضي، يمكن تلقي شيء تكمل حياتك فيه. الله عليك الله عليك يا أستاذ. أستاذ ناجي أنا مضطر أمشي، أنت هلا بيدين أمينة بين يدينها النشمي، بس بودك انه انا ما راح اترك بغداد لحتى اطمن عليك بانك صرت بنص القاهره، اتفقنا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا. والله مش عارفه اقول لك ايه يا حاجه فوزيه، طبنا عليكم كده مره واحده وقلبنا لكم البيت. لا تقولي نيتش حبيبتي عيني، مدام كميله انت اختي، وحتى نضال لما دخلت علي حسيت انها بنتي. حبيبتي انتوا اسعدتونا بوجودكم. حبيبتي احنا نقعد بالشهور انا وسعد وما حد يدق الباب علينا، تقولين قاعدين بمعتقل. بالعكس حبيبتي انتوا نورتونا ومليتوا علينا البيت. ربنا يخليك يا رب. هي مدرسه الاستاذ سعد قريبه من هنا ولا بعيده؟ هنا بنهايه الشارع قريبه جدا. طب كويس، يعني المدرسه جنب البيت. نعم. يا ترى بقى بتشتغل طول ايام الاسبوع ولا ايام معينه في الاسبوع بس؟ لا لا بنشتغل ولا يوم واحد بالاسبوع. ازاي؟ هو هذا الحال ما بعد الاحتلال بالعراق، اكو مدارس واكو مدرسين ويقبضون رواتب ما كانوا يحلمون بها قبل الاحتلال، لكن لا تعليم ولا تدريس. امال الرواتب بتاعتكم بتقبضوها على ايه؟ حتى نسكت حتى ما نتكلم، وكثير من المدرسين مرتاحين على هاي الشغله، متونسين يقضي ايام الشهر كلها بالبيت واخر الشهر يروح يستلم راتبه، انا من الناس استلم 500 دولار شهريا. ومين اللي بيدفع المرتبات دي؟ اللي يجي من النفط يتوزع من عنده قسم قليل رواتب، والباقي على اساس خدمات، وتماما ماكو خدمات حقيقيه. 70 مليار دولار تنصرف بدون ناتج، والمواطن بعيد عن مؤسسه الدوله. ماكو اقتصاد منتج. اكو اقتصاد مستهلك يا استاذ ناجي، اقتصاد يتيم. ويتيم ليه؟ احنا الشعب العراقي على اساس يتيم، فالحكومه والامريكان يوزعون لنا كل شهر صدقه حسنه حتى نعيش. والفلوس دي كلها بتترمي كده من غير فايده يا استاذ سعد؟ استاذ ناجي هاي الدولارات الالاف الدولارات المليارات الدولارات لما تنصرف بدون نتيجه معناها ما لها قيمه، والمواطن ما له قيمة. أكو بالمنطقة العربية مشاكل لا تعد ولا تحصى، ما لها مثيل في كل العالم. أنت شايف في حياتك مدرس أستاذ ياخذ راتب شهري وماكو لا طلبة ولا مناهج؟ طب والأهالي هنا مش عايزين يعلموا أولادهم؟ بدل في مدارس وفي مدرسين، الأولاد ما بيجوش ليه؟ الناس خايفين أستاذ ناجي، خايفين. العراق ما بي أمان تماماً، أكو عصابات وأكو قتل وأكو تفجيرات وأكو خطف، الناس تخاف تبعث أولادها للمدارس.
لأنه ما ضامنين عودتهم للبيت. انتوا كده بترجعوا العراق 1000 سنة لورا. ايه قيمة اي بلد من غير تعليم ومن غير علم؟ والاجيال اللي جاية هتعمل ايه؟ استاذ ناجي، صفوا كل العلماء، كل اساتذة الجامعة، كل المتميزين بالعراق، صفوهم. ليش نبعث اولادنا للمدارس اذا كانت هي نتيجة المتعلمين هاي؟ يلا عيني سعد، الأكل جاهز، نادي على الجماعة. الأكل طعمه حلو قوي قوي. بالعافية، هذا تشريب، أنتوا تسموه فتة بس بلا رز، وهذا كباب. كباب إيه؟ دي كفتة. هم هنا بيسموا كفته كباب، انت هتتشرط بتدفع وانت ساكت. ماشي يا كبير. استاذ سعد، انت شايف ايه المشكله دلوقتي في العراق؟ المشكله بالعراق هي موجوده بكل المنطقه العربيه، مع الاسف. طائفه صارت بديله للوطن. ماكو وطن، ماكو مبادئ، ماكو قيم، ماكو اخلاق. خذوني لي مثلا، انا رجل عراقي جبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين. الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الآخر إيه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول، ولا انا بتكلم غلط؟ لا استاذ ناجي، لا تزعل علي، انا اشوفك من حاز الدول اكثر من دول. يا راجل دول حبايبي، انا بس بقول يعني ان دول يخفوا شويه على دول، مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول يعني. ولا انت ايه رايك؟ ربنا يتمم بخير ان شاء الله. لازم ابو القاسم، حماته تحبه. خليك انت عم سعد كمل طاقتك، انا هروح افتح لك. السلام عليكم. المشكله بالعراق هي موجوده بكل المنطقه العربيه، مع الاسف. طائفه صارت بديله للوطن. ماكو وطن، ماكو مبادئ، ماكو قيم، ماكو اخلاق. خذوني لي مثلا، أنا رجل عراقي جبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين. الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الاخر ايه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول، ولا انا بتكلم غلط؟ لا استاذ ناجي، لا تزعل علي، انا اشوفك من حاز الدول اكثر من دول. يا راجل دول حبايبي، انا بس بقول يعني ان دول يخفوا شويه على دول، مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول يعني. ولا انت ايه رايك؟ ربنا يتمم بخير ان شاء الله. لازم ابو القاسم، حماته تحبه. خليك انت عم سعد كمل طاقتك، انا هروح افتح لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سعد موجود؟ سعد مين؟ الاستاذ سعد. في حد هنا اسمه سعد؟ استاذ سعد. ربنا ييسر. اهلا اهلا استاذ ستور، تفضل كلك لقمه ويانا. لا 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 شكرا، خليك ويا ضيوفك. مرحبا يا شباب. اكو شيء استاذ ستوري؟ لا ماكو شيء، بس حبيت اخذ من وقتك 5 دقائق تشرب قهوه وياي بالبيت. اكو موضوع مهم نحكي به.
ان شاء الله ان شاء الله اكمل العشاء ويا الضيوف وجاي لك ان شاء الله. اهلا بالضيوف. يعني لو تتفضلوا وتشرفوني بالبيت. بيتي هو بيت الاستاذ سعد، احنا اخوه واشقاء ماكو فرق. عن اذنكم استاذ سعد. نعم. انتظرك بالبيت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. ان شاء الله. هو ده ستوري؟ ايه هو ستوري. أعوذ بالله، ده من أول ما دخل شفط الأكسجين من المكان. كان عايز ايه؟ هو يجي من ورا هذا الرجل غير الشر. يا ستار يا ستار. ما قلت لي استاذ سعد؟ نعم. ذول الناس اللي عايشين يمك بالبيت ما قلت لي منين؟ اكيد اكيد من مصر مو؟ اي لا هم من مصر. صح من مصر. يعني ايش دا يسوون بهاي الظروف؟ الرجل الختيار اللي شفته اسمه نادي عطله. اخوه كان مدرس معانا هنا بالمدرسه 7 سنين. راهم فقد جايين دا يسالون عليه. اخوه مفقود. شو وقت انفقد؟ بال2003. يعني مفقود من 2003 وليه سيسألوا عنه؟ يا أخي مخلصين مخلصين جدا. أنت تعرف أستاذ سعد ما حد يسأل عن أحد بهاي الأيام. ستوري هذا أخوهم أخوهم أخو ناجي عطلة. أخو؟ زين ذول الشباب شنو وضعهم؟ هذا قسم من عندهم ولد ناجي عطله، والقسم الثاني ولد اخوه. يعني مفقود من 2003 والعائله كلها مسافره تدور على واحد مفقود. يا اخي عاطفيين عاطفيين جدا ذول المصريين. ستوري ما تفهمني انت شو تريد؟ شو تريد؟ ترى هاي لهجتك انا ما عجبتني. انا ما دا اكذب عليك، دا احكي لك الصدق. يعجبك يعجبك، ما يعجبك الى حيث. أرجوك استاذ سعد لا تفهمني غلط. أنا أريد أساعد ناجي عطلة. يعني أنت تعرف أنا رجال معروف وعندي علاقات واسعة ببغداد. إذا رادوا أقدر أعرف لهم مصير ابنهم المفقود. يعني عايش ميت مخطوف معتقل، هذا كل هدفي. شكرا ستوري. هم يعرفون شلون يدبرون أمورهم. لا أكيد دبروا أمورهم. والدليل اللي حصل مكتب أبو القاسم اليوم الصبح. سووا مجزرة. الشباب يعجبوك 10/10. أنت إذا تعرف كل هاي الأخبار ليش دا تسألني ليه؟ ماكو شيء في بغداد يصير سر أستاذ سعد. لك الخدمات في على حد قوله. بدورها عدت كتلة الأحرار تكرار المواجهات في سجن البلديات وورقة ضغط سياسية على التيار الصدري. وقال عضو الكتلة حسين اللامي إن الاضطرابات التي يشهدها سجن البلديات ضمن مسلسل الضغط على التيار الصدري هي تنازل عن موقفه الداعم. أهلا 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 وسهلا. أهلا زينب شلونك؟ تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا حبيبتي شلونك عبد الرحمن؟ تفضل عيني. تفضلوا 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 تفضلي تفضلي تفضلي. هاش بيش حبيبتي؟ هاش بيش خير؟ خير. هاي شنو عبد الرحمن ليش تبكي؟ هاش بيه؟ خير خير ماكو شيء. قدر الله وما شاء فعل. منين الاخوان؟ يا اهلا وسهلا. الاخوه ضيوف سعد من مصر. اهلا وسهلا. لقى عطله الدبلوماسي السابق ودول زي ولادي بالضبط. مدام كاميليا المدام بتاعتي. اهلا وسهلا. اني عبد الرحمن زوج زينب اخت استاذ سعد الصغيره. اهلا وسهلا. تفضل تفضل استريح ليش واقفين. تفضل تفضل تفضل. اهلا شيخ عبد الرحمن. اهلا استاذ ناجي. يا مدام زينب بتعادت لي خير.
عادي عادي يا استاذ ناجي، عادي تعودنا على هاي الامور. معلش انا اسف يعني، هو ايه اللي حصل بالضبط؟ دزولنا الورقه اياها. ورقه ايه؟ هاي الرساله. أنا شيعي وزوجتي زينب سنية وعايشين بمنطقة اسمها الدورة، غالبيتها سنة. عندكم المنطقة تقسمت كمان لسنة وشيعة؟ للأسف أستاذ ناجي، الانتماءات الدينية هي اللي تقود خارطة المنطقة هاي الأيام. والبارحة دزلنا هاي الورقة بهاي الرصاصة، وهذه الورقة مكتوبة بها جملة واحدة: عليكم أن تقفون الدورة خلال 24 ساعة. وكده من غير مقدمات؟ للأسف الآن بالعراق ماكو مقدمات لأي شيء. من تنطرد وتتهجر من بيتك، أول شيء تفكر به شلون تحافظ على عائلتك وتنقل أطفالك أقرب مكان آمن. والدورة دي فين؟ 10 دقائق منها، قريبة مو بعيدة. ألا بتهجروا من حي لحي؟ ده الافتراء ده. استغفر الله العظيم. الله بابا عيب ليه؟ عيب بابا عيب ليه؟ سيبوا سيبوا، أنا بحب الأطفال. إيه الحلاوة دي؟ أنت اسمك إيه؟ لؤي. لؤي اسم جميل. أبوس ربنا يحفظه لك. الله يخليك أستاذ ناجي. فوزية أستاذ سعد وين؟ راح مشوار على ستوري. ستوري؟ شو قدام ستوري؟ ستوري صار لك ساعتين تلف وتدور، ما تفهمني أنت مين؟ أنا ما رأيت شيء. أنا رأي تعرفني على ناجي عطا الله، بصير صديقي. بيها غلط هاي؟ اللهم طولت يا روحي. ستوري، الصداقة ما تنفرض فرض. أكيد الصداقة ما تنفرض فرض. أنا بس حبيت أحكي وياه. يمكن أفكر أسوي بيزنس مشروعات بمصر. يعني يقدر يساعدني. أنت مو تقول عليه دبلوماسي؟ يعني رجل مهم. ستوري، أستاذ ناجي عطا الله ما له علاقة بالبزنس، ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك أستاذ سعد. أنت حالة خاصة. ما يخالف أسولف وياه وبعدين أجيب لك النتائج. هو إيش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واقفة. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري اسمح لي، ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها؟ قهوتي ما احبها، بردت، شربها انت. والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا عبد الرحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا خجلان منك يا استاذ ناجي. يا راجل خجلان ايه؟ ده انا اللي خجلان والله. العيال دي هتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. هشكوا شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي هو يتعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ، تقبل. الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم، بالله هي اصول. لا 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 ما يصير استاذ ناجي، ما يصير. يلا الشباب يطلعون على غرفهم. يلا علي الطلاق بالثلاثه، ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي، لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول ايه يا استاذ سعد؟ هو في بيننا وبين بعض تكليف؟ قرا يا راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي. انتوا وجوكم حلو علي. تدري اني هاي اختي الصغيره زينب، صار لي شهرين ما شايفها. وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن وهذول ولدهم، ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه. ممكن فين؟ تنقل بالسرداب. في السرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، إلا الشنط
انا ما اعرفش انام الا والشنط دي جنبي بصراحه، اصلي فيها اوراق مهمه، فيها ملفات دبلوماسيه في منتهى الخطوره، توب سيكريت. حقك استاذ نادي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجه، لو نزلت الشنط في السرداب، انا انام في السرداب ما فيهاش حاجه. هذا شلون حكي استاذ نادي؟ شلون حكي هذا؟ عن قلبي. منو؟ كمال تفضل شنو الموضوع؟ فهمني طمني. تهديد وصل، هجرونا. بابا فهمني شنو الموضوع؟ ميليشيات شيعية دخلت علي بالبيت وانطوني رسالة بيها ورقة ورصاصة، ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة. منطقة ايه؟ هاي منطقة الحرية، الأغلبية فيها شيعة، لما يغضبوا على أحد تجي الميليشيات الشيعية تهجرهم. الله، يعني دول يهجروا دول ودول يتردوا دول ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا، دول ده عيش تقيل من هنا بستين إلى دي. ما عرفتنا بالأخ. الأستاذ ناجي عطالله أخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك أبو القاسم. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً ومرحباً. أخويا كمال الصغير بيني وبين زينب. أهلاً أستاذ كمال، أنا آسف عاملين لكم ربكة يعني. ربكة إيش؟ يا أستاذ ناجي إحنا بنص الربكة. أختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدورة ميليشيات السنية هسا عندي. أستاذ سعد، أنت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟ نعم. يا شباب اطلعوا هاتوا الشنط من فوق. أستاذ سعد، أنت ليك قرايب تاني في بغداد؟ نعم. هيجوا برضو؟ راح اوديش المحل ابو العبايات، احسن واحد يسوي عبايات ببغداد. ومو اشكال، اذا طويله هو يضبطها إليش، لا تخافين. مش عارفه اقول لكم ايه، بس تعبكم معايا. لا 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 حبيبتي، ولا يهمك، تعبك راحه قلبي. تعالي بس، تعالي اراويش المحل مال عبايات هياته. تعالي. الجواب الأول أستاذ ناجي، قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار، خدمات عامة حقيقية، يعني كانت أكو دولة، أكو حياة، أكو بشر، مستقبل. ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة، ممنوع تفتح بمة، ممنوع تنطق، يعني ماكو حرية. الحياة ملهاش قيمة من غير حرية. تسمع الجواب الثاني؟ ولسه في جواب ثاني؟ أنا افتكرت الاثنين خلصوا. بعد الاحتلال ماكو أمان، ماكو استقرار،
ماكو دولة الكل يقتل الكل، لكن اكو سياسة تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب ازاي بقى يبقى في حرية والبلد واقفة؟ شفت سؤالك شلون إلى جوابين أستاذ ناجي، وانت بكيفك براحتك تريد الجواب الأول ولا الجواب الثاني؟ إذا كان علي أنا عايز حرية وعايز خدمات، يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الأمريكان، وهاي حقيقة علينا أن نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا إحنا. لا كمال، لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني أنت الشعب، والشعب الآن لا حول إلا ولا قوة. ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لولا تدخل الأمريكان كمال. لا كنت أقدر أقول لا. صلوا على النبي يا جماعة، يعني ده سؤالي اللي أنا سألته، وأنا ندمان إن أنا سألت السؤال. اللي يدري يدري والما يدري قضبة عدس. مظبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال إيه؟ معناه إيه يعني؟ هو بيقول نفس الحكاية مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده اللي ما يعرفش يقول عدس. نهار اسود، مين يصدق ان اللي بيزيح السلطانيه بالطريقه اللا ادميه دي هيبقى مليونير لما يرجع مصر؟ لا، وهيطلع في البرامج ومحدش عارف يكلمه. والمصحف لمسك عليك صور عشان انزلك على الجليد. لا لا يا ابراهيم، المصحف لعمله. لا يا ابراهيم لا، وبعدين يا ده انا القرش ما بيغيرنيش الله. وبعدين علمك بقى، انا لو كنت عايز فلوس كنت جبتها وانا قاعد في مصر وحاطط رجلي على رجلي كمان. شايفين اهو الشاب النخع ابتدى ينخع اهو. يا دي يا عون انت افهم، يا اسحب يمين على رقبتي ان مصر دي فيها فلوس قد الدنيا دي بحالها. بس تقول ايه بقى، حاميها حراميها اللي واكلينها ولعه، لكن اوعى يكون في نفوخك كده ولا يكون خطر على بالك لمجرد خاطر كده ان عبد الجليل ده يقبل على نفسه ولا على امه الغوالي اي قرش حرام. سلام. اسمعني انت يا شيخ حسن، هو يا شيخ حسن انا مش كنت ممكن لا مؤاخذه ابيع مخدرات؟ هو انا مش كنت ممكن اشتغل ورقصه بلطجي واخد فلوس قد كده؟ لا صح ولا لا؟ ربنا يبارك لك يا عبد الجليل ويرزقك من واسع. انت ليه محسسنا يا شيخ حسن ان احنا جايبين الفلوس اللي معانا دي من مشروع خيري؟ ايش حال ان ما كناش سارقينها؟ اخلص اوعى تقول كلمه دي تاني. صلى على النبي، مفيش حاجه ايه خارجينها دي؟ مش هقولها، مش مين خلاص. عاوز تطلع الشيخ حسن في الاخر حرامي؟ انت تاريخ انت تعمل كده؟ انا لو عندي شك واحد في المليون، واحد في المليون ان الفلوس دي حرام، ما كنتش طلعت معاكم الرحله الغابره دي وخدت من الفلوس اللي انتوا خدتوها دي. انتوا عارفين احنا جايبين الفلوس دي منين؟ من اسرائيل، من الصهاينه. الصهاينه اللي اخذوا حق اخواتنا الفلسطينيين وقتلوهم وسرقوهم ونهبوا اراضيهم وبيوتهم. احنا لما كناش ناخد حقنا عين بعين وسن بسن ما نبقاش مسلمين صح. والمؤمن القوي خير من المؤمن الايه؟ ليه؟ الضعيف. طب والفلوس اللي معانا دي نسميها ايه يا شيخ حسن؟ منحه ولا هبه؟ اقول لك نسميها ايه؟ غنيمه. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، الله يفتح عليك، هو ده الكلام. الله، ما هو هو ده شيخ حسن. الله اكبر يا شيخ حسن، ربنا يطمن قلبك زي ما طمنت قلبنا. سرقوا العراق استاذ ناجي، سرقوا القصور والمتاحف والمكتبات. الحضاره بالعراق انتهت، كل التماثيل والكتب الثمينه طلعت خارج البلد والان تباع باسواق اوروبا وامريكا. والبنوك انسرقت ايضا استاذ ناجي. يا راجل، مثل ما اقول لك، ملايين الدولارات كانت هنا حطوها بالجنط وطلعوها برا. يا سلام. لغايه 2009 لم تتوقف السرقه. والبنوك سرقت برضه.
بعض حمايات المسؤولين والميليشيات دخلوا على بنك وسرقوا تقريبا 10 ملايين دولار. 10 مليون دولار يعني 10 مليون دولار يعني ما يستاهلوش الغلب ده كله. مهزلة مهزلة، ناس دخلت على الخزائن وفجرتها، وناس انقفلت عليهم الخزائن، وناس اختلفوا بعد السرقة، أخذوها وطلعوها برا واشتروا عقارات وبلاوي، وقمنا نسميهم حواسم. حواسم ليه؟ النظام السابق قبل الاحتلال قالوا هاي الحرب هي الحاسمة، ولذلك سميناهم الحواسم لأن هم اللي استفادوا من هاي الحرب. يا زهر، إيه اللي جابك أنت؟ مش قلت عايز تريح شوية؟ ايه ناجي باشا، انا قلت اطلع اشم شويه هواء، البدروم ده تحت كاتم قوي. خليه يشكو من نزله بالسرداب، خليه يجي يقعد يشرب شاي. لا اصل هو عامل زي يحب دايما ينام جنب الشنط يعني. سعد ناجي لا تدير بال، ترى البيت امان. انا عارف البيت امان طبعا، انت هتقول لي بس انت عارف ان في اوراق مهمه، ممكن ورقه تقع كده تطلع كده. في يا سعد؟ يمكن سيارة مفخخة انفجرت هنا ولا هناك، هاي صارت عادي، احنا يوميا نسمعها كده. اه بس اللي فجرت ده قريب قوي، انا حسيت ان هو تحت مني. أمو سعاد. نعم. هاي سيارة مفخخة مضبوط؟ لا هاي عبوة ناسفة. لا هاي عبوة لاصق حطوها بالسيارة وفجروها من بعيد من الريموت. لا العبوة اللاصقة ما تسوي هيش. لا هذا نفس الانفجار صارت بساحة عنتر بالضبط نفس هذا الصوت. يلا 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 جروا روحوا لعبوا برا. يلا قوم يا زهر، قوم يا خايب، الأطفال هنا خبراء مفرقعات. دي أول مرة نقعد فيها لوحدنا من ساعة ما كنا في سوريا. قصدك من ساعة ما كنت عايزة تنهي علاقتنا وإحنا في سوريا؟ أنت لسه فاكر؟ خلاص بقى يا حسام، أنت قلبك قاسي قوي، عديها بقى. طب أنا مستعد أعديها بس بشروط. هي بقى بشروط دلوقتي؟ خلاص قول. كلمة نسيب بعض دي لو اتهدت السما على الأرض ما تقوليهاش تاني، أنت فاهمة؟ خلاص ماشي. إيه ده يا حسام؟ تتجوزيني؟ في حد يسأل سؤال زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ ايوه انا. تتجوزيني؟ القرار ده مش قراري انا لوحدي، انت لازم تسأل ولي امري. ولي امرك ايه وانت ليكي اهل اساسا؟ انا من ساعة ما عرفتك ولا اب ولا ام بيسألوا فيكي. امال ناجي عطا الله ده يبقى مين؟ يبقى ابويا. خلاص اعتبره ابويا انا كمان، ولازم تاخد من فضلك. ربنا يتم بخير ان شاء الله، بس نطلع سلام من هنا. ان شاء الله. أستاذ ناجي، أكبر نسبة أرامل بالعالم موجودة عندنا بالعراق، حتى تعرف الحروب اللي سوت بينا قضت على رجالات العراق، العلماء والمحاربين وأساتذة الجامعات. نسبة النساء للرجال عندنا كلش كبيرة، هاي إضافة إلى أمراض الحروب، سرقة ونهب وسلب انتهازية. أنت بتقول نسبة الأرامل هنا في العراق كبيرة؟ ماكو بيت ما بيه أرمل. الواد إبراهيم فين؟ إبراهيم لسه ما جاش يا زهر؟ ما جاش، ربنا يستر. لا تخاف أستاذ ناجي، لا تخاف عليه، يجي بالسلامة إن شاء الله. لا أنا مش خايف على إبراهيم، أنا خايف على الأرامل. أمو ناجي. أيوة حبيب. أمو حسام يريدك بالسرداب. ليه في إيه؟ ما أعرف، هو قال لي هيك. طيب حاضر، عن إذنكم هروح أشوف إيه. يا حسام في شايفني قاعد مع الراجل؟ معلش يا باشا أنا آسف، بس يعني في موضوع مهم عايز أكلمك فيه. الموضوع ده ما يتأجلش؟ لا يا باشا ما ينفعش يتأجل، ده موضوع حياة أو موت. أنا ونضال بنحب بعض. إيه؟ أنا ونضال بنحب بعض. أنت جايبني هنا عشان تقولي إن أنت ونضال بتحبوا بعض؟ أنت ما عندكش دم؟ أنت مش شايف البلوة اللي إحنا فيها؟ الله، ده وقته الكلام ده؟ يا باشا انا لسه ما قلتش اللي انا عايز اقوله، ودي المقدمه بس، انما الكلام اللي انا عايز اقوله لسه ما قلتوش. نعم، عايز ايه؟ عايز اطلب من سيادتك ايد نضال بشكل رسمي. طب وانا مالي انا؟ انت مالك ايه يا باشا؟ ايه البيع ده؟ ده سيادتك في مقام ابوها، وبعدين بالنسبه لي يعني. ايوه 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 فهمت. طب خلاص خلاص خلاص،
أنا موافق. في حاجة تاني؟ أه يا باشا في حاجة تاني. خير؟ عايز أتجوزها النهاردة. النهاردة هنا؟ في بغداد؟ أيوة يا باشا. ألا أنت مش سامع صوت القنابل اللي عمالة تنفجر جنبينا في كل حتة؟ أنت ترشيت؟ عليا النعمة يا باشا، لو الحرب العالمية التالتة قامت أنا ونضال هنتجوز هنتجوز. ويا زنقت معاك تتجوزها في وسط الجحيم اللي إحنا عايشين فيه ده؟ بحبها يا باشا، بحبها قوي، وكل لحظة بتعدي عليا وهي مش مراتي هو ده بالنسبة لي الجحيم. طب جبنا المأذون وجوزناها لك، هتعمل إيه بعد كده؟ مش هعمل أي حاجة، قصدي يعني أنا كده هبقى حققت حلم حياتي. يا ابني الجواز مش لعبة، مش مجرد ورقة واتنين شهود، في حاجة تانية يعني لازم تتعمل. الله يخرب بيك، أقول له إيه ده مش فاهم، ده إحنا نايمين في سرداب. آه سيادتك قصدك أنا عشان ال يا باشا أنا ونضال مش بنفكر في الجواز من الناحية المادية، في أحاسيس ومشاعر ورقي. رقي؟ طب والسربعة لازمتها إيه؟ كلها يوم ولا اتنين وهنوصل مصر وكل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه، ولما نوصل مصر أنا هجوزها لك. ها؟ لازم أبوك يكون موجود كمان، أنا بنفسي هجوزها لك. يلا ما تلوش بوزك بقى كده. هجوزها لك. ده أنت مدهول. مدهول أوي يا باشا. بالعقل بالمنطق يا جعفر، هي لو علامة استفهام واحدة كان أوكي، اثنين ماشي، بس هذا الموضوع بألف علامة استفهام. هذا اللي اسمه ناجي عطل جاي يسوي بغداد، وليش جاي؟ وذول الشباب اللي وياه شو يسوون ببغداد؟ بالمنطق يا جعفر، هي لو علامة استفهام واحدة كان أوكي، اثنين ماشي، بس هذا الموضوع بألف علامة استفهام. هذا اللي اسمه ناجي عطل جاي يسوي ببغداد، وليش جاي؟ وذول الشباب اللي وياه شو يسوون ببغداد؟ هم جايين من الشام، أنا عرفت هيك من أبو القاسم. بس غريبة، لأن الواحد ياخذ الأشياء منا للشام، مو يجيب الأشياء من الشام إلى بغداد. مو يجي. أنا متأكد أن وعدهم شيء كلش مهم، لأن أبو القاسم من عرف أنهم راح يسافرون قال لا، لأنه عرف أنه الجنط راح تنفتح جنطة جنطة. وهذا أيضا سؤال، شنو عدهم بالجنط وجايين بيه لبغداد ويريدون يروحون لمصر؟ ليش ما راحوا من الشام إلى مصر؟ مو أسهل؟ والله أبو القاسم يقول بعد أن تهاجمت السفارة الأمريكية بسوريا والعملية اللي سووها جلد الشام صار من الصعب عليهم دخول مصر مباشرة، وهنا غيروا قرارهم بالسفر لما عرفوا وزيرة الخارجية الأمريكية جاية لبغداد. يعني هم ضد الأمريكان بالتأكيد، ولا ليش أبو القاسم يساعدهم؟ بعدين أنت شكم دوخ نفسك بيهم يا أستاذ؟ دوخ نفسي بيهم؟ ماجد ذولا أشقاء، ذولا أصدقاء، ذولا عرب، أنا لازم أساعدهم، ذولا ضيوفنا، مو هي هاي العروبة؟ هلا أنسى سعاد. هلا بيك. أدري قبل شوية اتخذت مني 46 صمونة، أشوف بعد ما قصت 3 ساعات هسيت لي 70 صمونة. إل من كل هذا الصمون والتعايش أنت ومرتك بس؟ وأنت يا مرتك؟ أنت إيش عليك؟ شنو دخلك أنت؟ وحشيتك الموضوع شنو هو؟ عندي خطار، أخويا وزوجتها وأطفاله، أختي وزوجها وأطفاله، شو تريدني؟ أحكي لك قصة حياتي مع الزمان؟ على كيفك أستاذ سعاد، مو قصدي كل ما هنالك بلا هنالك بلا كل شيء، شنو هالأيام تشتغلون كلكم بالمخابرات؟ أبو الخضرة يسألني نفس الأسئلة، سماج يسألني نفس الأسئلة، حضرتك تسألني نفس الأسئلة، شنو الموضوع؟ آسف أستاذ سعد، مو قصدي، الصمون راح يجهز لك وأنا أعتذر، تعال بابا جيب صمون. تفضل، هاي 70 صمونة وأنا أعتذر، تفضل أستاذي. جيب يا بديل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. الحمد لله والشكر، كل الأمور انحلت. الخضرة كملت، اللحم كمل. الصمون اللي هو العيش كمل والحمد لله، بقت مشكلة واحدة بس.
الله ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا كبير. ما هو اصل لا مؤاخذه طالما البيت فيه رجاله الامر ما يستغناش عن مبواله. انا في رايي عبد الجليل تستثمر فلوسك في السباك. والله يا باشا هيكسب ذهب. انا عايز اعرف بقى انت سباك ولا حداد ولا ميكانيكي. ما هو يا كبير لا مؤاخذه انا ما بخشاش من اي حاجه، بخش فيها بصدري كده على طول. ما هو طالما المخ نضيف الايد ما تعطلش. يا عيني يا الواد ده فيلسوف على فكره. شوف طول ما المخ نضيف الايد ما تعطلش. عبد الجليل بيومي، انا حاسس ان انا بكلم توفيق الحكيم. الحكيم في انهي حته دي يا كبير؟ في مستشفى العمرانيه. ويلا خلص بقى العيال هتعملها على روحها. هي كده قضيت على الفرفره الطياري. بس انا شايفها لسه ما نشفتش. يا كبير خلي الرجاله تفك حصرتها. وبعدين اصل انا مشبط الدكر على النتايه ومزود الجبس على الاسمنت عشان خاطر تشك بسرعه. نهارك زي الفل، اصطبحتك زي الفل. الله يبارك لك يا كبير، كده جبرنا الحمد لله. وبقى لي ايه شنكره في البربور؟ بس يا نجي مش ابو القاسم قال مدام كاميليا المدام بتاعته؟ ايه 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 يعني؟ طب ايه يعني؟ بطل الطريقه بتاعتك دي يا نجي، احنا مش صغيرين. اصل انا دلوقتي منظري وحش قدام الجيش اللي معانا ده. وبعدين تقول عليا هي الست فوزيه والست زينب، يعني هيقولوا عليا ايه؟ صحش. وبعدين الاستاذ سعد يقول عليا ايه؟ ساب الست بتاعته كده ما بيسالش فيها. واحد سايب مراته والستات قاعدين مع بعضهم، بطل حاجك بقى. اه بس اصل دول تعبانين، دول متهجرين وشيعه وسنه وشهدان. انما احنا شكلنا كده زي ما نكون منفصلين. الله. ودلوقتي انا نايم لوحدي في السرداب. ما فيهاش حاجه لما تنزلي معايا السرداب. من حق كل زوج ان ينزل مراته معاه السرداب. وده كلام قاله في برنارد شو. والله انت مجنون. مجنون؟ العراق 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 العراق. خد اللي بتاع. يلا. هما بيقولوا عراق العراق ليه؟ هما الامريكان خرجوا؟ لا، اليوم تصفيات اسيا اليوم بين العراق وكوريا الجنوبيه. ربنا ينصركم ان شاء الله. لا احنا بال 2007 غلبناهم، خرجناهم واخذنا الكاس. قبل ما تخرجوا الامريكان. يا ريت يا سلام. الفن الوطني بلغه الارقام تقدم. بلغة الأرقام الرقم 10 وبلغة الأسماء يونس. الآن الهجوم لمصلحة المنتخب الوطني عن طريق علاء سهلة بأحضان يانجز هاي. كيف الهجوم عن طريق هذا اللاعب الخطير البنجز هي باتجاه يانجزو. يانجزو يقف على الكرة بشكل جميل، مقطوعة بأقدام باسم. باسم يعود بالكرة إلى محمد قاصر. محمد يلعب الكرة أمامية. محمد هذه مخالفة، حكم المباراة تغاضى عنها، غض الطرف عنها سعيد مظفري. هو المعلق ده كوري؟ لا لا عراقي. انا مش فاهم منه ولا كلمه. ايه هو يتكلم سريع يعني؟ انتوا فاهمين؟ اكيد. طب ليه ما يحطوش ترجمه تحت كده؟ وليش الترجمه يا استاذ ناجي؟ هو ليش عربي؟ انا قصدي ترجمه كوري. مصطفى تعود الكره خلفها على علاء. يا نشأت علاء. هاي الواد ده هاي هذا نشأت اكرم، لاعب عراقي سني محترف في المانيا. الواد ده كمان كويس. اسمه ايه ده؟ كرار، شيعي عراقي. انتظر هوار لما ينزل. وهوار ده سني ولا شيعي؟ لا هوار كردي. وانتوا عندكم كم طائفه بالظبط يعني؟ سني وكردي وشيعي؟ ومسيحي وكلداني واشوري والسابي المندائيين. ولا تنسون الاخوه الايزيديين والشبك والتركمان. الله يكون في عونكم. كل دول في العراق.
وانتو اكثر من رائع باتجاه يونس امامي، لكن طالب على يونس، طالب سهل. الشوط الاولاني خلص، ان شاء الله في الشوط الثاني حجيبوا جوان. العراق بيلعب حلو، هي بس كوريا مقفله شوي، كوريا مقفله قوي. عمر افتح الباب. شلونك عمو؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد البركة. أهلا أستاذ ستوري، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ سعد، أهلا بيك. تفضل تفضل. لا يعني وين أتفضل، أنا بس جاي على مود الأستاذ ناجي لأنه وعدته يشرب يمي فنجان قهوة بالبيت، فجاي على الاتفاق. ما يعجبك تشوف اللعبة؟ اللعبة؟ لعبة شنو؟ هاي تصفيات آسيا بين العراق وكوريا. لا أنت تعرف أنا ما أحب المباريات، أتمنى لهم التوفيق. أستاذ ناجي؟ ايوه. استاذ ناجي البيت مو بعيد، هو خطوتين منا، يعني ما راح اتعبك. استاذ سعد. نعم. اذا تسمح لي ويسمح لي الاستاذ ناجي، يعني هو واللي وياه من ضيوف يجون عندي بالبيت، طبعا بيتي هو بيتك. انا اعرف ظروفك صعبه والايام هذه انت تعرف بيها كل الزين، فشنو رايك؟ شكرا استاذ ستوري، هم مرتاحين هنا. استاذ ناجي راح يجي وياك يشرب القهوه ويرجع. بعدين استاذ ستوري انت رجل اعزب، استاذ ناجي مع زوجته مدام كاميليا، مو صحيح ان يباتون عندك بالبيت وانت اعزب، مو هي هاي الاصول؟ انا مش فاهم ليه اصرار حضرتك ان انا اخذ القهوه عندك. يعني انت شرفني استاذ ناجي، أنا أحب أتشرف بيك، يعني إحنا ممكن نكمل المباراة بالبيت نشوفها سوية، عندي إرسي دي 60 بوصة، يعني تحس نفسك بالملعب. تفضل أستاذ ناجي، تفضل 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 أستاذ ناجي. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. تفضل أستاذ ناجي تفضل. دي عربيتك؟ آه عربيتي. أستاذ ناجي شنو رأيك أشوفك بغداد؟ عندنا فرصة ما تتكرر، العراقيين كلهم دا يشوفون المباراة، يعني عندنا ساعة، يعني طرق كلها فارغة. يا ريت، أنا كمان نفسي أشم شوية هوا. تفضل تفضل. ايه كل الجدران بيها ستوري؟ الجدران هاي سووها الامريكان بمساعدة السلطة طبعا لأسباب أمنية. أنت جيت هنا أستاذ ناجي قبل الاحتلال؟ آه جيت زمان. وشنو إحساسك وأنت بالعراق اليوم؟ والله يا ستوري أنا هقول لك، تعرف البربريز الإزاز بتاع عربيتك ده؟ زمان لما جيت كان في ضلمة، كان في مية، إنما هو كنا ماشيين، أي نعم ما كناش شايفين قدامنا أوي لكن ماشيين. دلوقتي أنا حاسس إن الإزاز ده جاله سرطان، كل حتة فيه بقت قد كده. إيه الجدار الكبير ده؟ عامل زي الجدار اللي بنوه الإسرائيليين في فلسطين. الإسرائيليين موجودين بالعراق وبقوة،
يمكن ما تشوفهم بس موجودين بكل مكان. أستاذ ناجي، كل التيارات السياسية عندها هدف واحد، تمزيق العراق. ما طبعاً مدام الأمريكان موجودين يبقى لازم الإسرائيليين يكونوا موجودين. مو بس الأمريكان أستاذ ناجي، القاعدة هنا، مخابرات الدول الكبيرة والصغيرة، تيارات، أحزاب، منظمات، الكل. أستاذ ناجي، أنت تعرف النمل لما يتجمع على قطعة حلوى كل نملة تنهش شوية تخليها على ظهرها تمشي. هذا هو حال العراق الآن، تخريب منظم. وانت ايه رأيك في يعني في أحوال العرب الأيام؟ العرب بعد 2003 صاروا أكثر الجنسيات المشكوك بتواطئها وعمالتها. العربي يعني بالعراق خاين متهم. لا تزعل أستاذ ناجي، مصري، سوري، لبناني، سوداني، كل متهمين. الفلسطينيين هنا بالعراق اعتقلوهم، نكلوا بعضهم، طردوا بعضهم. العربي هنا بالعراق يعني خاين. وليده كله، لأن العالم كله يعرف أن العرب متعاطفين مع نظام صدام، وتعاطفوا أكثر لما نادم صدام. بص يا ستوري، أنا ضد الدكتاتورية وضد أي نظام شمولي فاسد مستبد، بس اللي حصل يوم عيد الأضحى كان إهانة، كان إهانة كبيرة لكل العرب. إيه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ده مش بيت، ده متحف. بيتك حلو قوي يا ستوري. انا احب الفن استاذ ناجي، وما احب عيوني توقع الا على الاشياء الحلوه والجميله. ولهذا اتساءل دائما، ليش ما يخترعون قنابل تقتل البشر بس، تترك اللوحات والتماثيل ما تتدمر؟ شوفوا بمصر مثلا، الاف الاجيال اجت وراحت، ملايين البشر ولدوا وماتوا، بس الاهرامات باقيه بمكان، والنبي ما تنبر عليها، هي دي الحاجه الوحيده اللي لسه فاضله. تفضل 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 استاذ ناجي. احنا عندنا تجربه ما لها مثيل استاذ ناجي. انت تعرف الدينار العراقي؟ تفضل. الدينار العراقي اللي كان له صيت وثقل، فجأة وبليلة واحدة صار ولا شيء. الناس صارت ترميه مثل ورق الزبالة بالشارع. شنو حال الناس اللي كانت تجمع دنانيرها للزمن؟ ما انت هتقولي ما الجليل المصري كده برضه. بس الجليل المصري بقى قيمته بتقل لوحدها كده من غير حرب ولا غيره يعني. ماكو شيء بقى بقيمته بهذا الزمن استاذ ناجي. تفضل. بس انت ما قلت لي استاذ ناجي،
شو وقت ان شاء الله رايحين لمصر؟ والله هو في واحد صاحبي بيحجز لنا التذاكر بتاع الطيران، يعني على بعد بكره كده. ابو القاسم اخويا وحبيبي، هو كمان بيحبك قوي، ده قال لي عليك كلام لدرجة ان انا كنت حموت عشان اشوفك. استاذ ناجي، ليش منكشف كل اوراقنا؟ الكذب حلو بس حبله قصير، والحقيقة صارت تنكشف بسرعة بهاي الدنيا. اوراق ايه وكذب ايه؟ ابو القاسم لا يحبني ولا يطيقني، واذا قال علي شيء انا اعرف ايش راح يقول. انت عايز ايه يا ستوني؟ هذا هو السؤال المهم. انا عاوز ايه منك وانت عاوز ايه مني؟ انا مش عايز منك حاجة، ومش عايز القهوة دي كمان. معقولة؟ معقولة الملحق الإداري الدبلوماسي السابق بتل أبيب ناجي بيق عطلة نفس قصير لهالدرجة بالمفاوضات؟ مفاوضات إيه؟ آه، عشان كنت في تل أبيب يعني. أنا كنت بشتغل في سفارة بلدي هناك. شوف أستاذ ناجي، أنا أعرف عنك كل شيء، وش أنت تسوي بإسرائيل، وأعرف ذول الشباب اللي وياك أيضا بإسرائيل. أنت سويتوا شغلة زينة، سويتوا شغلة زينة يا أبطال. ما تقعدش تلف وتدور، أنت عايز إيه بالظبط؟ الناس كلها تعتقد إنه أنا طمعان بالجنط اللي معك، أو أريد نسبة منها. مو هذا اللي يدور براسك؟ أنت عايز إيه يا ستوري؟ ولش؟ أنا ما أريد منك أي شيء إلا خدمة صغيرة. أمانة توصلها لمصر. أمانة إيه؟ تمثال صغير تأخذ بيدك تصعد بيه الطيارة، ولما تنزل بمطار القاهرة أكو شخص راح ينتظرك، تعطيه إياه. تمثال إيه؟ جوديا، الملك البابي لموحد العراق 2500 قبل الميلاد. دي قطعة أصلية؟ طبعا قطعة أصلية، لو ما كانت أصلية ما تستاهل تعبك وياي. هاي القطعة واحدة من خمسة قطع أصلية موجودة عندي بالحفظ والصون. شوف اسمع، ما اقول لك انا ما بشتغلش في الحاجات دي، انا مش مهرب اثار، وبعدين انا كمان ما اقبلش ان حضاره امه تتقطع وتتباع في كل بلد شويه. استاذ ناجي، القطعه الاثريه قطعه اثريه باي بلد بالعالم. الناس اللي بالخارج يقدروا اثارنا كويس ويمكن اكثر مننا. ايش معنى انا اللي اخترتني للحكايه دي بالذات؟ أنت رجل دبلوماسي وما حد راح يعتقد أنه معك قطعة أثرية تعبرها من بلد لبلد على الطيارة. وبعدين اللي يقدر يعبر هذه الجنط ما راح يصعب عليه يعبر تمثال صغير، خصوصاً وياك ذول الشباب ما شاء الله. لو كل واحد أخذ تمثال الموضوع خلاص. وإذا رفضت؟ رفضت تأكد ما راح تقدر تطلع هذه الجنط من بغداد ابدا. افهم من كده ان ده تهديد يا استاذ توري؟ العفو ناجي بيك، هاي مفاوضات، مجرد مفاوضات. آه.
إحدى المنظمات المدنية ترفع قضية على الحكومة لاسترداد 40 مليون دولار تقاضاها أعضاء مجلس النواب رواتب عن حضور جلسة واحدة استغرقت 20 دقيقة. حلو، يعني الدقيقة بـ2 مليون دولار. حلو، احنا دا نعيش بعصر مهزلة. هلا ولوي، هلا. سعد، عم سعد. نعم، ها قول. أنا أقول لك فتشي سر. قول حبيبي، قول يلا. بيني وبينك بس. بيني وبينك بس؟ خاف من أبوك؟ يلا. تعال خلينا نشوف شو عندك من حكي. تعال يلا حبيبي، يلا هسه صرنا وحدنا. نزلت لسه بدابو فتح الجنط عم ناجي. لك لا، سويت عيب، واحد يفتح جنط غير عيب. لا أنا ما فتحت الجنطة، بس شفت شنو بيها وسديتها على طول، بيها فلوس هواية. لك عيب عيب. دولارات بيها، عم ناجي غني ملياردير. عيب كافي، يلا أنت مالك علاقة بهذا الحكي، روح نام حتى تقعد الصبح وتروح المدرسة. يلا يلا يلا. استغفر الله العظيم واتوب اليك. هاي مين جاب لي اياها؟ هاي مين جاب لي اياها؟ استغفر الله العظيم واتوب اليك. لا حول ولا قوة. شيخ نايف الغانم احد المتظاهرين في قطار. اهلا بك شيخ نايف اذا كنت تسمعني. حياك الله يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا. بداية يعني الآن خيرك سعد؟ شو وجهك تغير؟ هو ماكو شيء، ايش قال لك هذا الوالد؟ ها لا هيك ماكو شيء، كلام أطفال كله أوهام وخيالات. لا سعد، لا أوهام ولا خيالات. أنا لؤي قال لي، وأنت تعرف لؤي ما يكذب. يعني ايش تقصد؟ المسألة واضحة يا سعد، الزلمة اللي عندك والجماعة اللي وياها أكيد مسوي لهم عملة كبيرة، واكيد عندهم اعداء هسه يدورون عليهم، ووجودهم هنا ويانا بالبيت راح يسبب لك الك وانه وكل العائله مشكله كبيره، واحتمال احتمال يكونون مشبوهين. لا بس يعني صديقي واخويا ابو القاسم قال لي الجماعه من المقاومه. هم رجعنا للمقاومه. المقاومه يا مقاومه استاذ سعد، الله يخليك، يا مقاومه اللي كل اللي يقوم يحكي باسمها، القتله يحكون باسم المقاومه، الحرامية يحجون باسم المقاومة، الإرهابيين يحجون باسم المقاومة. صرنا نعيش بزمن البطولات الوهمية سعد. طيب أبو اللواي أنت شو تشوف؟ أنا اللي أشوفه أنه هذول الجماعة المصريين وهاي الفلوس اللي وياهم هي مال البنوك العراقية اللي نهبت وانكسرت وانباقت هنا، وهاي الفلوس طبعاً راح تطلع المصر وتصير عقارات وعمارات وفلل وتسجل باسماء ناس آخرين، ومو بعيدة تروح للإرهابيين. ما تقول لي هو ايش عنده أستاذ ناجي لحد الآن أتستوري؟ ها؟ ما أدري. أنا أعرف المسألة واضحة وما تحتاج لأي تفسير. الجماعة المصريين اللي عندك والخونة اللي موجودين هنا مصالحهم التقت سعد، مصالحهم التقت. لا بس أبو القاسم قال لي. أنا ما أثق لا بأبو القاسم ولا بميت أبو القاسم، أنا أثق بعيني وبإذني وبعقلي سعد. ماشي يا ستوري، إحنا هناخد الخمس تماثيل دول. أنا كنت متأكد إنك ما راح تخيب ظني. أنت بس جيب لنا 5 هاندي باك شنط صغيرة، وكل تمثال يتلف كويس وتحط في شنطة، وأنا أخذهم معانا على الطيارة. بس أنا عندي طلب صغير. أؤمر. حتى أبو القاسم ما ريده يعرف خبر عن هاي التماثيل. لا 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 لا، دي شغلانة تانية خالص، دي شغلانة يعني أنا وأنت بنعملها. طيب إحنا نظمنا إيه في العملية دي؟ إيش تقصد بنظامنا؟ العيال معايا اللي هتشيل الحاجات دي مش لازم يتروقوا برضه؟ حد بيشيل حاجات زي كده مجانا الايام دي؟ يعني فوق كل اللي وياكم بالجنط تريدون فلوس؟ البحر يحب الزياده. التماثيل دي ممكن تبوظ لنا العمليه كلها. افرض قفشنا بيهم، هيخشوا بقى على الشنط ويفتشوهم وهتبقى ليله سودة. الفلوس اللي احنا واخدينها من اسرائيل
ودي بلد محتلة أراضي عربية، إنما دول إحنا سارقينهم من العراق، من بلد عربي شقيق، يعني مش سرقة وبس، سرقة وخيانة. طلباتك استاذ ناجي؟ $50,000 على كل تمثال. مو كثير؟ يا راجل دول ما يجوش تمن الشاي والسجاير، هي دي بقت فلوس الأيام دي. ماشي، أنا موافق. الرجال اللي راح ينتظركم بالمطار ويا جنطة بيها المبلغ. سلموا التماثيل، سلمكم الفلوس. معلش يا أستاذ سعد، سهرتك. الجدع الأسود ساتوري ده رغاي رغي، قلب دماغي، خلى دماغي قد كده. أنا آسف، تصبح على خير. سعد ناجي. ممكن كلمتين لو سمحت؟ معلش يا أستاذ سعد، سهرتك. الجدع الأسود ساتوري ده رغاي رغي، قلب دماغي، خلى دماغي قد كده. أنا آسف، تصبح على خير. سعد ناجي. ممكن كلمتين لو سمحت؟ أوي أوي. تفضل. 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 إيه خير؟ في إيه يا عم سعد؟ شكلك كده مش عاجبني، في حاجة؟ هو سؤال أستاذ ناجي، أنت وجودك هنا بالعراق شو تسوي؟ أنا مش فاهم السؤال. لا، سؤالي بسيط وواضح ومفهوم. أنت والجماعة اللي وياك شو تسوون؟ ما أنا قلت لك قبل كده، إحنا كنا طالعين على مصر، ما لقيناش تذاكر على الطيارة. آسف، الجواب خاطئ، صفر. في ايه يا استاذ سعد؟ انت بتمتحني ولا ايه؟ اسمع استاذ ناجي، انا رجل بسيط وعلى قد حالي، عمري ما دعيت بالبطوله ولا بالمقاومه، رجل بسيط وطيب، بس هذا ما يعني يجيني واحد يخدعني. ما عادش اللي يخدعك يا استاذ. لا، أنت خدعتني. ليش أستاذ ناجي؟ دخلتك لبيتي وخليتك واحد من عائلتي، اعتبرتك أخويا، تكذب علي ليش؟ أنا ما كذبتش عليك في حاجة يا أستاذ سعد. هاي الجنط اللي عندكم اللي ما تحب تفارقها تماماً ولا لحظة، خايف عليها، وساعة اللي أنت ما موجود تخلي واحد من الشباب حارس عليها، شبيها. أنا قلت لك فيها إيه قبل كده؟ فيها أوراق مهمة وملفات دبلوماسية سرية. أوراق مهمة دبلوماسية وسرية، أعرف. هي هاي الأوراق اللي تخلي الإنسان يبيع ضميره ويخون بلده. الكلام الكبير ده يا أستاذ سعد. أول مرة بحياتي أعرف أن هاي الدولارات هي أوراق دبلوماسية وسرية. قل لي استاذ ناجي، هاي الدولارات مين جبتوها؟ منا من العراق؟ وين تردون تودوها؟ مصر؟
طب اسمع بقى، إذا ما عرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة. أيوة، الشنط دي فيها دولارات، ملايين الدولارات. أنا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة، ومع الأسف كلامك هذا ما إله قيمة تماماً عندي. طب اسمع بقى كلام اللي له قيمة. الفلوس دي من إسرائيل، أنا اللي سرقت بنك اليومي، والمساب بيدور عليها في كل حتة أنا والعيال دي. عشان كده أبو القاسم بيساعدني. عايز أقول لك على حاجة كمان، الجدع اللي اسمه ساتوري ده عرض عليا 250 ألف دولار عشان أقرب له تمثال جوديا معايا. وأنت شكال ردك؟ يعني قريت وعملت نفسي موافق، بس أنا اللي ممكن أعمل جريمة زي دي مهما كان الثمن. اسمع أستاذ ناجي، أنا يكفيني المشاكل اللي عندي. أنا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي، وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري، ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة. على هذا الأساس أرجوك تسامحني، أنت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت، ولو هاي مو عروبية من عندي. أرجوك تسامحني يا نادي، الله يخليك، عفوني بحالي. بكرة الصبح تتصل أبو القاسم حتى يجي يسوي صرفة. اللي تشوفه أستاذ سام، أنا كنت واخد القرار ده بعد ما قابلت الستور، وأنا بقرر أسفي للمرة التانية. تصبح على خير. انتوا شويه عيال ما عندكوش اي احساس بالمسؤوليه. انا قايل الشنط دي ما تتسابش ثانيه واحده. يجي حته عيل صغير يفتح الشنط يعرف فيها ايه. كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ بتتفسحوا يا باشا؟ احنا كنا فاكرين ان زاهر هو اللي قاعد مع الشنط. انا قايل الاثنين يقعدوا جنب الشنط مش واحد. الدور كان على زاهر والشيخ حسن. انا كنت بتوضى ساعه الباشا وكنت سايب زاهر جنب الشنط. والله العظيم يا ناجي باشا، ريق نشف، طلعت اشرب بقي ميه ونزلت على طول. دقيقه ونزلت. اسمع عاد، انت هو أنا ممكن أبدي كل واحد نصيبه يغور في 60 داهية، يتاخدوا منه بقى يتضرب بالنار. أبا خلصت منكم، أنا شايل همكم، أنا ممكن أشيل هم نفسي لوحدي. بصوا بقى، هنمشي عدل وننفذ الأوامر بدقة، ولا كل واحد يروح لحاله؟ على الأقل أنا حركتي هتبقى أخف منكم، عشان هبقى لوحدي مش ماشي في فرقة ورايا. متأسفين يا سعادة الباشا، ما عدناش نعمل كده تاني. بعد ايه؟ بعد الأستاذ سعد ما عرف والراجل الزفت اللي اسمه ستوري عرف الآخر. نركز شوية، احنا بقينا مكشوفين. في أي وقت أقول لكم يلا بينا، في ثانية ألاقيكم بره جاهزين أنتوا والشنط. مفهوم؟ أوامرك يا باشا. أنا هكلم أبو القاسم يجي ياخدنا، هنروح مكان تاني. محدش يتنقل من جنب الفلوس. كلكم نبطشية جنب الفلوس النهارده في البدروم. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم. نعم، كما ذكرت بأن رئيس الوزراء نور المالكي قال بأن العراق البلد الأكثر استقرار في هذه الأرض. تاكلون الأكل كله، ما تخلوه. يلا يلا. وقبلها بكثير. إيه ده موبايلات؟ معقول تدوا موبايلات للأطفال في السن ده؟ ده خطر عليهم. إيه حبيبتي، لازم ننطيهم الموبايلات حتى نطمئن عليهم من المفخخات والمتفجرات لا سمح الله. إيه، وبعدين إذا صار ما صار يدارون في أي مكان ويخبرونا ويقولون على مكانهم. الله يكون في عمكم، والله يكون في عم كل أم ابنها بيروح المدرسة. ماما عليك كارت عفريت. أنت جسم عبيت لك الموبايل. يلا يلا تبقوا على نفسكم. يلا يلا، الله معك. يلا حبيبي، الله معاكم. وقد تقرر اليوم أن تكون زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى بغداد لكي تتفقد الأحوال عن قرب، مؤكدة في مؤتمر صحفي قبل قدومها إلى بغداد أن الحياة الطبيعية عادت إلى البلاد، وأن كل منشآت الدولة تمارس نشاطها بشكل ملموس. يا أخي، ذول الأمريكان يعشقون الإعلام. اليوم الأولاد يروحون للمدارس والموظفين يروحون للدوام، وكأنه الأمور بالعراق عادية، ماكو شيء. اليوم كل ما تروح شوارع بغداد راح تشوف فيه سيطرات وحراسات
وسيارات ورشاشات. ومثل كل مرة ممكن ما تجي الوزيرة بالنهاية. فوزية سعد وينه؟ لسه نايم؟ الساعة 8 شنو ما عندني يروح المدرسة؟ اي والله خطية، البارحة سعد ما نام طول الليل، اكو شيء شاغل باله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. تفضل استاذ ناجي، اشرب قهوه ويانا. اه والله القهوه برضو الواحد دماغه مقلوبه. مو بس انت اللي دماغك مقلوبه، بغداد كلها مقلوبه اليوم. ليه؟ وزيره الخارجيه الامريكيه جايه على بغداد، فاليوم استعدادات امنيه غير مسبوقه. طب والاولاد بيروحوا المدارس ليه ما يقعدوا؟ مو هو هذا جزء من الصوره الاعلاميه اللي يريدون يفرجوها للعالم. تليفون سعد يرن. رد عيني كمال، رد. الو، اهلا وسهلا، شلونك عيوني؟ لا اني كمال اخو سعد. اهلا اهلا ابو القاسم. الدولي. العفو، استاذ ناجي يريد يحكي وياك، تفضل. ايوه ابو القاسم، احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي باي طريقه. الحكايه اتكشفت، سعد عرف وستوري كمان عرف، موقفي بقى صعب. شوف لنا اي مكان تاني بعيد عن هنا نقعد فيه مؤقتا. اطمن يا استاذ ناجي. بدي اياك تطمن على اخر، حتى لما كنت ببغداد رجالي جنبك، ابي يخدموك كاني موجود واكثر. انت عارف الظروف الامنيه، بس اليوم ما بدي حدا يتحرك نهائيا. طيب انا راح احكي مع سعد. لا لا لا، انا ان شاء الله بكره راح اكون موجود وراح اخدمك انت والشباب. انا لقيت لكم سكن ثاني جنب المطار، بس لحتى تنتهي الزياره الامريكيه. وبودك وعد شرف، اول طائره من بغداد للقاهره راح تكونوا فيها. اوكي. أهلاً يا أستاذ ناجي، تفضل. متشكر، مش عايز قهوة. لا لازم تشرب قهوتك، أرجوك أرجوك أستاذ ناجي تقدر ظروفي. اتصل بي أبو القاسم وقال لي أنت والشباب اللي وياك تبقون بالبيت لغاية بكرة. أنت تعرف هذا النعيم ستوري صار خطر عليكم وعلينا، فلازم تغادرون البيت بأسرع ما يمكن. شكرين يا أستاذ سعد. وأكو شيء ثاني يعني ممنون منك وأشكرك عليه. إيه هو؟ أنت رفضت تهرب التماثيل، وخاصة أنت مثال كودي. أستاذ ناجي ما بقى غير بس الحجر نحافظ عليه. لا نكتة حلوة، النكتة حقيقي حلوة. أي نعم أنا مش فاهم منها ولا كلمة بس حلوة. تسلم إيدك يا زينب. يا رب ضحك خير يا ربي، إن شاء الله ضحك خير يا ربي. تعرف أستاذ ناجي، إحنا نخاف من الضحك وكأنما الضحك علينا حرام. والله أنا رأيي يعني يا أستاذ سعد إن اللهم اجعله خير، اللي إحنا مش عايزين نفقد لحظات السعادة اللي إحنا فيها. لا إحنا نخاف ليكون النكتة مفخخة. لا دي عراقي عراقي. عبد الرحمن تعرض. ألو نعم. اسمع لك، ابنكم عندنا.
قدامكم مهله منا الباكر تدبرون لنا 10 دفاتر لون طير لكم راسه. ها عبد الرحمن شكو صار؟ لؤي خطفوه. ابني رايح اقتله، ابني رايح اقتله. رحمن ابني عشر دفاتر بفرة عملوا بها ايه؟ 10 دفاتر يعني 100,000 دولار مين تجيبها؟ وحتعملوا ايه دلوقتي؟ ننتظر المكالمة الثانية روحنا تعلقت بيديهم. المكالمة الثانية هي اللي راح نتفاوض بيها على الفدية، بس منين نجيب ال10 دفاتر؟ ما تشيلش هم يا استاذ سعد، انا سددت يا استاذ سعد. اشكرك استاذ نادي اشكرك. هي هاي اللي جابت لنا اياها الديمقراطية الجديدة للعراق الحر. الو نعم في يا استاذ سعد؟ يردون شحن للتليفون مالتهم. معصبة معفنة صحيح بقى طالبين 10 دفاتر ويعملوا لنا كلمة عشان تشحن لهم التليفون. جيبي لي الكارتات. بس جيبي لي الكارتات. على كيفك ما استحمل ما على كيفك. خلني افتهم كافي زينب. ألو نعم. لا بس ال10 دفاتر هواية، أنا موظف متقاعد. الله يخليك، حتى إذا بعت البيت هم ما راح ألحق بهاي السرعة. حتى ال5 دفاتر ما أقدر أدبرها. اسمعني. وافق. اسمعني الفلوس وين راح اجيب لكم اياها؟ بس جيبوا لي قميص لؤي. على كيفك بس دير بالك تلتفت وراك. ايه
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خدوا الفلوس؟ ايه خدوا. ممكن ياخدوا الفلوس وما يرجعوش الواد؟ يمكن يقتلوه. لك لا لك لا 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 مبروك يا عم عبد الرحمن، مبروك يا عم سعد، مبروك يا عم ليل. كفاره ايه؟ هو طالع من السجن. معلش يا كبير، السلام ده وقت عم سعد والعم عبد الرحمن والحاج حمدي السقاري وحمدك. الف مبروك يا الواد، سمعني سلام يا ايمو. لا 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 أستاذ ناجي، موقفك هذا راح يبقى جميل على راسي. أنا أشكرك على كل اللي سويته وياي. ما تقولش كده عبد الرحمن، ده زيني. اللهم ربي يوفقني وأرد لك هذا الجميل. إحنا أخوات عبد الرحمن، أنا كمان مش حاضر أنسى الجميل اللي أنتوا قدمتهولي. والله يا أستاذ ناجي إحنا خجلانين منك. أستاذ سعد، أنتوا استقبلتونا أحسن استقبال. أنا كنت حاسس إن أنا عايش في وسط أهلي. لا أستاذ ناجي، العمل اللي أنت عملته عنا عمل كبير، ما ممكن ننسى. أنت أنقذت حياة ابننا من الموت. ده ابني، أنت لو كنت مكاني كنت عملت أكتر من كده. تعرف يا أستاذ سعد، وجود اللي زيك هنا في العراق بيحسسني ان البلد دي اللي ممكن تقع، بس للاسف مفيش زيك كتير. لا استاذ ناجي، موجودين، احنا اللي يسمونا الاغلبيه الصامته بلا صوت. ان شاء الله هتكلموا وصوتكم هيطلع، بس لما يبقى العراق للعراقيين ان شاء الله. بس طمني استاذ ناجي، اتجاهكم وين؟ والله ما انا عارف يا استاذ سعد، هو ابو القاسم قال هيودينا في حته جنب المطار، عند ناس طيبين زيكم كده. والله يا استاذ ناجي، انا ما كنت ناوي تطلعون من هذا البيت لولا خوفي عليكم من هذا ستوري. ستوري عرف امركم وصار خطر عليكم، وهذا الرجل اللهم عاف عنده استعداد يسوي كل شيء، ولذلك كان يريد اطمئن عليكم اروح وياكم لغايه ما تغادرون العراق بالسلام. أكيد أبو القاسم حيقول لك إن شاء الله. أستاذ ناجي ليش ما تريح شوي؟ الصبح بعد ساعتين. لا لا أنا كويس، أنت اللي تعبان كده وعايز تستريح، أنت بان عليك معسان. الله يخليك. لا هو أنا عندي استعداد أبقى أسبوع كامل ما أنام. أسبوع؟ أسبوع، ماكو مشكلة. إحنا العراقيين بعد الاحتلال بالألفين وثلاثة مع الأسف النوم بعيد عنا، ولا واحد يقدر يغمض له جفن. عم السعد كان بيقول لي بيقعد بالاسبوع ما ينامش، دلوقتي في غيبوبه اهو. الساعة بقى الستة، أبو القاسم ما جاش ليه؟ أنا نمت؟ لا. ألو، أنا الماجد. نعم؟ لا تقول غيرها، هو جاء علينا؟ لك لا،
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه يا أستاذ سعد، مين مات؟ البخاء في حياتكم. حياتك الباقية في مين؟ أبو القاسم تعيشونتو. أبو القاسم مين؟ أبو القاسم هو أبو القاسم. ماله؟ مات الله يرحمه ويحسن إليه. أبو القاسم اللي جاي ياخدنا مات؟ مات الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه نحن. ماجد يقول أبو القاسم كان يفطر بمطعم بالكرارة. داخل عليهم مطور سكر، صاحب الماطور لابس حزام ناسف، فجر نفسه انبسط. وهو أبو القاسم كان لازم يعني يغير ريقه على الصبح، ما كان يجي يفطر معانا هنا. قدره مكتوب يا أستاذ ناجي. قدره مكتوب علينا احنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل اللي لينا في العراق اتكل على الله. نجي باشا الساعة بقت 6:30، أبو القاسم وصل ولا لأ؟ وصل فوق. طيب أطلع سلم عليه بقى. تعالى يا أهبل، أبو القاسم وصل فوق خالص، فوق، انتقل إلى الرفيق الأعلى. إيه؟ مات؟ مات. مات خالص؟ مات خالص. إزاي؟ مات إزاي؟ مات بحزام ناسف. شو بقى يا أستاذ سعد؟ أنا رأيي بدم أبو القاسم توفى، وإحنا ملناش حد غيره هنا. أنا بقول بقى نستقر هنا في العراق ونشتري بيت حلو كده، وشكل كده هرشح نفسي في الانتخابات بتاعة مجلس الشعب، بيقولوا بيدوا فلوس جامد يعني. ها يا ناجي، أبو القاسم وصل؟ بترد يا أستاذ سعد؟ هو أنا هندب لوحدي؟ إيه الأخبار؟ أنتوا كلمتوا أبو القاسم؟ كلمناه، لقينا رصيده خلص. أبو القاسم رصيده خلص من الحقيقة كلها، أبو القاسم مات. خلاص، أنت رجل صاحب فضل كبير علينا، أنت خلصتنا من الورطة، أنا راح أخلصكم من هاي الورطة الكبيرة. أنتم رايحين لمصر بعناية الله، أنا راح أوصلكم على مصر إن شاء الله. ورطة إيه يا نيك؟ إيه في إيه؟ ورطة إيه؟ وإحنا هربانين من حاجة؟ هو بيتكلم على ورطة أبو القاسم يعني. أيوة يعني أنا مش فاهمة، في إيه؟ نطلع المطار نقطع التذاكر ونسافر فيها إيه دي؟ لا مثل هيك ظروف صعبة ما ممكن توصلون مطار بغداد. أنا راح أطلعكم على طريق الشمال اللي هي أقارب بالموصل، ومن الموصل إن شاء الله على أربيل، ومن مطار أربيل تتوكلوا على الله وترحوا من مصر إن شاء الله. نروح الموصل والموصل على أربيل وإحنا هنا بغداد. هنعمل سياحة في العراق صح؟ تجوا ويانا، احنا مسافه بعيده راح نروح، انت بتتحمل. لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور يروح يضرب كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي سمعكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك، يلا يلا يلا.
اريد اجي وياك. وين تجي ويانا؟ احنا مسافه بعيده راح نروح، انت بتتحمل. لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور يروح يضربك كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي اسمعكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك. يلا يلا. يا الله. يا جماعة احنا اول مكان اللي نروح له هو سوق مريدي قبل اي مكان اخر. السوق ايه؟ وده وقته؟ انا قلت لك عايزين نسافر بسرعة يا استاذ سعد. استاذ ناجي يسمعوني الكل، انتوا ناس مصريين والوثائق اللي تحملوها كلها مصرية، احتمال يشكون بيكم ياخذوكم بالطريق ويمكن يحبسونا كلنا. طيب واحنا دلوقتي هنروح السوق نعمل ايه؟ نعمل وثائق عراقية، هوية عراقية، مستندات عراقية، شهادة جنسية عراقية، باسبورتات عراقية، وتتمشون في كل مكان من مكانات العراق وكأنكم عراقيين. لا وحنمشي كده بجوازات سفر مزورة أو استاذ سعد؟ يا معود يا مزورة، الوثائق اللي بسوق مريدي أضبط من الوثائق اللي موجودة عند الحكومة. هي الحكومة إذا صار عندها زحمة تستلف من سوق مريدي. يا سلام. آه طبعاً. حاجة حلوة خالص. أستاذ ناجي. نعم. بلا فخر، في سوق مريدي عندنا مؤسسة تزوير تعتبر من أعلى المؤسسات التزوير في العالم. اطلع على سوق مريدي.